السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 17 في المستوى الثاني من سلسلة اللقاءات بعنوان خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. الرود ماب تو بي انترناشونال بروجكت مانجر. الحقيقة احنا بدأنا اللقاء ده من المرة اللي فاتت وحقيقة لقاء جميل. احنا في اللقاء ده بنشرح ايه او بنتكلم عن ايه سكوب اند بيربز اوف كونتراكت مانجمنت، يعني النطاق والغرض في إدارة العقود. احنا خلصنا 22 سلايد المرة اللي فاتت، لكن برضو ايه المرة دي عن ايه هنفتكر مع بعض حاجات احنا عملناها قبل كده، يعني ايه عقد وانواع العقود بسرعه وكلام الجمهور الاخره. وميزه بقى اللي احنا بنتكلمه بايه ده بقى؟ ان احنا هنا بنتكلم على اداره العقد، اي عقد. فيدك معاك فيدك ماشي، بريتش ماشي، فرنش ماشي، مصري ماشي، يعني اي عقد هتديره احنا بناخد ايه دلوقتي؟ ايه السكوب بتاع اداره العقود وايه الغرض من اداره العقود؟ وهنتكلم على 9 موضوعات. ان شاء الله هنتكلم عليهم كده بالراحه، بس انا عايز في الاول نبتدي نقول حاجه. احنا خدنا قبل كده لقاء عملناه مع بعض في الكوست مانجمنت. الكوست مانجمنت كان من ضمنه ان احنا حطينا انواع الكونتراكتس. فعايز دلوقتي النهارده هنوضح بسرعه جدا جدا ايه هو العقد؟ يعني ابسط تعريف للعقد يعني ايه؟ العقد عباره عن تبادل للوعود يعد فيه البائع بتوريد سلع او خدمات ويعد المشتري بالدفع. يعني اثنين قعدوا مع بعض حتى لو بدون كتابه، يعني احنا اتفقنا مع بعض ان انا هو هيعمل كذا وانا هعمل كذا، هو بيبيع لي حاجه وانا ايه هشتري منه حاجه. خلاص؟ ف تبادل الوعود بين اثنين. ما فيش اجبار طرف مع الطرف الثاني. يعني في شويه ايه شروط كده لازم يبقى واضحه في العقود. ما فيش اي طرف مجبر انه يدخل في العقد عن طريق التهديد او الضغط على الجانب الاخر، ويعتمد الاداء في حاله التعاقد على رغبه الطرفين والا ستقرر المحاكم العلاج اللازم عند الرجوع عليه في حاله اي خلاف. يعني لازم يكون في ايه في الاتفاق، وكل ما كان الاتفاق ده واضح ومحدد ومعروف اوله ومعروف اخره وكل واحد هيعمل ايه. دي اللي هي الايه التعريف العقد. طيب انا بحب اضيف برضو نقطه شائعه قوي في ناس كتير بتقولها، ما بتبقاش يعني ايه، يعني هم بيقولوها من غيظهم، يعني يقول لك ده عقد اذعان. عقد الاذعان ده عقد من طرف واحد، خلي بالك. عقد الاذعان ده ما حدش بيعمله مع حد، ما حدش بيسمي عقد ويسمي عقد اذعان ويقول عقد مع حد. عقد الاذعان ده عقد من طرف واحد. الطرف الثاني مش في حاجه خالص ونهائي وملوش راي خالص فيه. يعني يقبلوا ولا ما يقبلوش. زي ايه مثلا؟ انت ما بتركب اتوبيس بتقطع تذكره، ده عقد ملزم ان انت هتركب الاتوبيس ده من المحطه دي للمحطه دي، وفي ايدك اي حاجه تحصل بموجب هذه التذكره انت تقدر تعمل كليم، تقدر تعمل اي حاجه. خلاص؟ تذكره الطياره عقد، بس انت مالكش فيه. يعني اي حاجه انت بتستخدمها او تذكره اتوبيس او اي خدمات، فالتذكره هي عقد باداء الخدمه، عقد باداء الخدمه بين اللي هو بيبيع الخدمه وبين ايه؟ اللي بياخد الخدمه، الطرف الثاني المشتري. العقود بقى اللي هي دايما كل واحد بيتكلم يقول اه ده العقد عندي عقد اذعان، لا اسمه عقد ايه؟ عقد غير متوازن. العقد غير متوازن ده بيحصل في ايه؟ طرف من الاطراف بايه؟ بيبقى اقوى من الثاني بشكل او باخر، فبايه؟ بيبقى ايه؟ عقد فيه يعني ايه؟ قوة، يعني مش متوازن. أنا عامل العقد لمصلحة كل البنود بتاعته لمصلحة الطرف القوي. يعني بتعمل عقد مع هيئة قوية، بتعمل عقد مع مثلا شركة كبيرة وقوية وأنت ما عندكش شغل فتضطر إنك تقبل، فبهذا الكلام. طيب العناصر الرئيسية بقى لتشكيل العقد إيه بقى؟ عرض وقبول. يعني أنا بعرض عليك حاجة معينة وأنت بتقبل. النقطة الثانية رابط الطرفين في التعاقد لخلق علاقات قانونية.
يعني العقد ده بيتكتب، يعني ممكن العقد، خلي بالك، يعني ممكن اتفاق في حد ذاته على حاجه معينه وبدأها وعلاماتها و الى اخره. يعني حتى في شركات كتير ما بتعملش عقد الموظفين بتوعها، انما ما دام اشتغل واثبت انه اشتغل معاها و الى اخره يبقى ده عقد يحافظ لك على حقوقك. مش مهم يعني، احنا مش بنعمل يعني فشكله ولا بنعمل حد ولا بنقوم حد على حد، لكن الفكره يعني ايه العقد ممكن بالكلمه، كلمه بس خلاص. فايه؟ فالعقد قلنا عرض وقبول ورابطه تفسير التعاقد وخلق علاقات قانونيه. في حاجه اسمها الاعتبار، او اللي هو الكلمه القانونيه للايه؟ للمال الذي سيتم دفعه مقابل توريد السلعه او الخدمه. ده اسمه الاعتبار. طيب يجب ان يكون لدى الاطراف القدره على التعاقد. لدى القدره هنا يعني ايه؟ الشرعيه، السن بقى والكفاءه والمقدره. يعني ما يجيش واحد عنده مثلا 14 سنه ويعمل عقد بحاجه معينه، ده لسه، لا ده لسه يعني ايه مالوش يعني مش سنه فما فوق، او 21 سنه فما فوق، يعني يعدي سن الرشد. ما فيش واحد مثلا عنده يعني اللي هم اصحاب القدرات الخاصه او اصحاب اصحاب يعني 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 حد ما يكونش متكامل يعني في تكوينه ويقول انا بعمل عقد. واحد مجنون ما ينفعش يعمل عقد، وهكذا. يعني لازم يبقى عنده قدره على التعاقد. واحد يعني موظف عادي الشركه ما يجيش يشتغل ويتفق باسم الشركه، لازم الشركه هو اللي هو ايه رئيس مجلس الاداره بتاعها مثلا. طيب العقد لازم يكون قانوني. هو ممكن يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اتفق على حاجه لحاجه مجرمه من القانون ولا حاجه محرمه. يعني نعمل عقد مثلا ان احنا نعمل حاجه غلط، يعني طبعا ايه ده عقد يعني خلاص. فهي دي العناصر الاساسيه ايه لتشكيل العقد. انواع العقود احنا اتكلمنا عليها برضو في البرزنتيشن كوست مانجمنت، لما الكلام ده في اوائل موجود على اليوتيوب، بس احنا برضو ايه بنتكلم عليها كده يعني بسرعه. اول نوع من انواع العقود، او انت هتبقى مشكله دي ولا ايه؟ طيب انواع الواحد كان فيها قبل كده. فاول حاجه اللي هو ايه؟ برايس جيفن ان ادفانس، يعني ان انا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في اللي هو اللي انت بتدي فلوس من يعني انت يعني زي عقد من الاولاد. في ايه؟ لمسم. اللمسم ده بالمقطوعيه، المقطوعيه يعني هتاخد المشروع ده على بعضه لمسم. هتاخد لمسم، هو متصمم كل حاجه، بتاخد لمسم. لمسم يعني ايه؟ يعني انت هتقعد تعمل حساباتك وتطلع المؤسسه بتاعتك وتطلع مصاريفك وتاخد، تقول والله انا العقد ده انا هنفذه بس في مدة عليها في سنه او في سنه ونص او سنتين، وده انا ايه؟ انا إيه هاخد فيه كذا 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 لمسه، ما يخش بقى في تفاصيل. ويقسم بقى ال 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 المستخلصات بتاعته بشكل او معين بطريقه يعني يرتفعوا عليها. المهم هو لمسه. طيب النوع الثاني اللي هو البي او كيو، اللي هو البي او كيو كونتراكت، احنا كلنا ايه شائعه جدا وعارفينها، المؤسسه فيها كميات وفيها اسعار، فدي الاكثر استخداما، ودي ايه؟ عقد قياس وحساب قيمه. انا بنفذ مثلا، خلينا نتكلم على الكونتراكت اللي هو اقرب حاجه، بنفذ اساسات، بنفذ اي حاجه، باخد بخلص اساسات باخدها، يعني بالعقود اللي احنا بنعملها العادي خالص. خلاص الميجر وايه والفاليو كونتراكت، خلاص اللي هي ان انا بقيس اللي انا عملته وعندي حاطط فيه اسعار اضرب دي في دي وبنتحاسب ايه اول مثلا في اخر كل شهر او كل مده اللي احنا عايزينها. طيب في السكيدول كونتراكتس، عقود زمنيه. زي ايه؟ زي عقود الصيانه لما يكون غير ممكن تحديد كميات حقيقيه، او صيانه ممكن صيانه بالسنه، يعني تشتغل لغايه كده في السنه، وبيبقى معاهم دفتر كده فيه اسعار، وانت كمقاول بتحط ايه بلس اور ماينس النسبه، يقول لك النسبه المئويه كام في الزياده او نقص عن الاسعار الموجوده. يعني بيبقى فيه قائمه اسعار موجوده دي دي, دي, دي قانونيه يعني وحكوميه، يعني غالبا في المشاريع الحكوميه بتبقى كده. هو بيبقى الاوفر بيبقى ايه يعني احنا
بينزل عادي خالص برضه، يتاخد عروض من مقاولين كل حاجه، وكل واحد يقول ايه، واحد يقدم يقول انا هاخد ده ب 15% زياده، واحد تاني يقول ياخد 10% زياده، تاني يقول 9% زياده، وواحد يقول عايز 5% خصم، فيقعدوا بقى ويقرروا، وبتبقى الاسعار هي اصلا محطوطه، انما ايه المقارنه بتبقى ايه، نسبه مئويه بزياده او نقص عن الاسعار الموجوده في الايه في الـ في الـ في اللائحه، اسمها اللائحه زمان. فمش عارف بقى دلوقتي، انا بقى لي زمان ما اشتغلتش هنا في مصر الحاجات دي. فالمهم فدي اول حاجه اللي هو ايه المينتنس. ممكن تاخد شكل من الشكلين الاثنين، في جدول بيحتوي على الاسعار والمقاول بيقدم نسبه مئويه زياده او نقص زي ما بقول دلوقتي، والنوع الثاني المقاول ممكن يقدم اسعار لكل بنك. يعني محطوطه البنود، محطوطه دي موجوده برضه في الصيانه، ان انت ايه تبقى في البنود بس الكميات تقريبيه قوي، يعني بيحطوها عشان بس ايه كل مقاول يحط اسعار عليها ويبقى وتيره مقارنه، انما بتبقى تقريبيه جدا. خلاص؟ طيب بعد كده عندنا الكوست ريمبرسمنت اللي هي ايه؟ اللي هو تسديد التكاليف. بيبقى ايه المالك او العميل بيدفع من اول التكلفه الحقيقيه بالاضافه لايه؟ لنسبه ايه؟ ده الكوست ايه؟ الكوست بلس. خلاص؟ الكوست بلس بتبقى ايه؟ في كذا نوع منه، اتكلمنا عليه قبل كده، حتى اتكلمنا عن انواع اكثر من انواع دلوقتي. في الكوست بلس فيز اللي هو انا عملت نفذت المشروع وصرفت عليه مثلا 10 مليون، اللي كان في ارقام صغيره ليس ارقام كبيره للدخول. يبقى انا مثلا انا حاطط نسبه بتاعت 20%، يبقى انا اللي هحقق كام؟ هاخد 10 و20 طبعا الكوست بلس، يبقى انا ايه؟ يبقى دي 12 مليون. خلاص؟ دي بتمشي بقى مستخلصات بقى كل شهر زي ما برضه تبع ظروف العقد، وبتاخد نسبه بتقدم مصاريف زي ما هي. الحاجه دي برضه بيبقى في نوع من الايه؟ من المتابعه المستمره ما بين المالك وما بين المقاول والشركه ما بيبقى موجود معاهم. طيب في الكوست بلس فيكسد في، يعني بتفق المشروع اللي ب 10 مليون ده هقول انت هتاخد فيه 15 في، يعني ايه فيكسد في؟ هتاخد مليون ونص، خلص عادي تاخد مليون ونص مثلا. خلاص؟ فدي طريقه ثانيه ان انت ايه، طريقه ثابته، انت بقى صرفت 10 صرفت 11 صرفت 12، لا انت اللي هتصرفه هتاخد مليون ونص على شغلك مثلا في خلال السنه اللي انت هتشتغل عليها. طيب فلكتويشن، الكوست فلكتويتنج، الكوست بلس فلكتويتنج في اللي هي ايه؟ اللي هي الرسوم المتارجحه بتاعت التكاليف، يعني متفقين على ايه؟ على 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 ايه؟ على يعني اذا 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 المبلغ طلع كذا يبقى النسبه كذا، اذا عملت احسن يبقى النسبه كذا وهكذا، يبقى في نوع من الايه؟ من الفلكتويشن في. طيب في تارجت كوست كونتراكت اللي هو التكلفه المستهدفه، احنا الكلام ده عايزين نعمله بالتكلفه كذا، يبقى ايه؟ يبقى بندفع عليها وبنعمل. طيب اخر نوع بقى بنتكلم عليه اسمه اول ان كونتراكتس. في باكج ديل اللي هو ايه؟ باكج ديل اللي هو صيغه العمل يعني. في ديزاين اند بيلت، تصميم البناء، ديزاين اند بيلت ده يعني بيزكلي في مشاريع البترول مثلا غالبا ديزاين اند بيلت، يعني بتبقى مخصصه في هي اللي بتصمم وهي اللي بتعمل. انا هنا عملت فندق في مصر هنا ديزاين اند بيلت، وعملت في قطر ديزاين اند بيلت، عملت وهكذا في البترول، او هنا في اوتيل 5 ستارز. فالمهم ديزاين اند بيلت بيحتاج حاجه اسمها ايه؟ فرونت اند انجينير ديزاين، مش ناس كتير بتعدي عليها الكلام ده بس ما بتبقاش عارفها. فدي توصيل مواصفات كل حاجه. في بعد كده ايه تيرن كي بروجكت اللي هو ايه؟ تاخد كل الـ 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 كل حاجه في المشروع انت بتعمله لغايه ما تسلمه بالكامل. تيرن كي بروجكت. خلاص؟ طيب. دي الاجنده مش هنعيدها تاني يعني خلاص. ودي برضه احنا قلنا ثلاث اقسام للمواد الموجوده، المقدمه والمبادئ والاجراءات اللازمه. طيب برضو انا عايز برضو انا نفسي برضو اتكلم على حاجه بسرعه كده
هنشوف احنا هنتكلم على ايه النهارده. يعني احنا هنتكلم على الايه الكونتراكت مانجمنت، هنشوف الايه الكونستراكشن مانجمنت البروسيدرز بتاعته خلاص والكي برنسبلز بتاعته ماشي. اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت بس هعدي عليهم بسرعه برضه دلوقتي. في الكونتراكت مانجمنت اكتيفيتيز اللي هي الانشطه بتاعت الكونتراكت مانجمنت عموما، خلي بالنا احنا بنتكلم هنا على لا بنتكلم على قانون مصري ولا اي قانون بتاع اي بلد ولا على فيدك ولا على بريتش ولا على فرنش ولا اي كونتراكت، احنا بنتكلم على الكونستراكشن كونتراكت ان جنرال. انت بقى كنت في مصر اشتغلت بالقانون المصري هتلاقي تعمل نفس الكلام، اشتغلت بالفيدك هتلاقي نفس الكلام، اشتغلت ببريتش هتلاقي نفس الكلام، رحت الصين واشتغلت بالقانون الصيني هتلاقي نفس الكلام. يعني ده الكونتراكت مانجمنت ان جنرال. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ربنا يقدرنا ان شاء الله ونعمل مع بعض الفيدك اللي هو عايز اعمل الريد بوك، الريد بوك اللي هو 2017 ده يعني قوي جدا وجميل جدا بتاع الفيدك، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل. المهم فاحنا الكونتراكت مانجمنت اكتيفيتيز هم ست اكتيفيتيز عباره عن ايه؟ خطاب القبول واتفاقيه العقد والمستندات المكونه للعقد 13 مستند والترتيبات الماليه لصاحب العمل. انا اقول لكم طبعا هنتكلم عن ايش تبقوا عارفين، وبعدين تعيين المهندس وفتره الاختيار بالعيوب. فدي الايه؟ اللي هو الايه؟ الانشطه بتاعت الكونتاكت مانجمنت. انا جمعتها هنا عشان ايه؟ نعرف احنا رايحين فين. طيب وبعدين الكونتاكت بيرفورمنس، يعني اول حاجه بنعمل الكونتاكت مانجمنت يعني الانشطه ان انا هدير مشروع ازاي؟ خلاص؟ اللي وراها مستوى اداء العقد. مستوى اداء العقد ده عباره عن ايه؟ احنا كم طرف؟ احنا ايه؟ احنا يعني المفروض طرفين المالك والمقاول خلاص. ففي ثلاث حاجات في الكونتراكت بيرفورمانس اللي هي مستوى اداء العقد، بيبقى الكونتراكت ريسبونسبيلتي اللي هي مسؤوليات المقاول، وبعد كده مسؤوليات المالك او حقوق المالك، وبعد ايه البيرفورمانس سيرتيفيكت. ثلاث حاجات دول اللي هتكلم عليهم في الايه في الكونتراكت بيرفورمانس اللي هي ايه؟ مستوى اداء العقد. بعد كده هنتكلم على الكونتاكت ادمنستريشن اداره بقى العقد. اداره العقد دي الكبيره شويه. هنتكلم على وظائف اداره العقد، وبعد كده مهام اخرى يقوم بها مهندس العقد، وهذه المسؤوليات الرئيسيه للمهندس اللي بيدير العقد. ده هو اللي هو يعني موضوع يعني هو اكبر موضوع في المواضيع كلها. وبعدين في ايه؟ المسؤوليات الرئيسيه للمهندس والقيود اللي على المهندس اللي هو قائم بالايه؟ الكونتاكت ادمنستريشن. بعد كده التيرمينيشن بتاع الكونتراكت ده الفصل التاسع اللي هو انهاء الكونتراكت، بيبقى فيه خمس نقط انهاء، خمس طرق يعني انهاء بينهي ليه؟ في انهاء للملائمه ان هو خلاص وبينهي، في انهاء تاني بسبب ان المقاول مقصر، في انهاء ثالث بشرط ان في حاجه فيها القوه القاهره خلاص، في ترمينيشن عشان ايه؟ المقاول ما قدرش يصحح الحاجات اللي اتقالت له، في حاجه اسمها اشعار الانهاء خلاص. بعد كده في الكونتراكت كلوزنج بروسيسز اللي هو ايه؟ اغلاق الكونتراكت بقى هو خلاص الكونتراكت خلص. الموضوع ده مهم زي ما بقولنا ليه؟ لان احنا بنتكلم ان جنرال اي حته في اي باي مكان. برضو احنا برضو الكلام اللي بناخده ده كله برضو خلي بالنا من حاجه. انت هنا ان شاء الله يعني ان شاء الله اللي بيحضر معانا واخد باله وكلام من الاخر يقدر يشتغل في اي سيستم. انت رحت مكان في مثلا ناس بتطبق البي ام بي هتلاقي نفسك شغال معاهم على طول من اول يوم. انت واخد المانجمنت مش ما انتش واخد طريقه تدير بيها. البرنس 2 نفس القصه، يعني لو ده واخد درس برنس 2 ودخل على ناس بتشتغل بالبي ام بي هتلاقيه برضه ايه مش قد كده او 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 العكس. يعني دي ميثودولوجي مختلفه. لو احنا مع بعض احنا بنعرف بالظبط الاصل بتاع بروجكت مانجمنت والنقط اللي فيه. ده مش اعلان لحاجه، احنا مع بعضنا كلنا يعني. والبي ام بي دول شباب جميل وكثر خيرهم ان هم يعني عملوا والبرنس 2
وفي الاي بي ام ال هي بقى اللي هي الاي بي ام ال هي ايه اللي هي بتكلمنا الكلام ده كله في الايه في الاول خالص. طيب احنا خدنا البيربز اللي عملناه خلصناه بوش ستاندردز اوف كوندكت ديفرنت فورمز اوف كونتراكت، اتكلمنا على الفيد كده زي حاجات بسرعه يعني، ودي حاجات جنرال يعني مش هنيجي على الفيد كفيد، لا ده احد الانواع يعني. طيب بعد كده الكونتاكت مانجمنت، يعني ايه كونتاكت مانجمنت؟ اتكلمنا عليه. كونتاكت مانجمنت بروسيدرز اللي قلنا عليها تجهيز والتنفيذ والانتهاء والاغفال على الاربع حاجات. بعد كده عندنا الكي بيز والكونتاكت مانجمنت اتكلمنا عليها وقلنا عليها دلوقتي، بس انا مش عايز اعيد الكلام ده كله تاني يعني. الكي بيز والكونتاكت مانجمنت برضه اتكلمنا عليها او بيقول 11 واحد. بعدين الكونتاكت مانجمنت اكتيفيتيز اللي هي الاكتيفيتي بتاعت الايه؟ كونتاكت مانجمنت. تمام. الكونتاكت مانجمنت اكتيفيتي انا عشان ايه برضه مش عايز نمسح كتير. طيب احنا لو كونتاكت مانجمنت اكتيفيتي اتكلمنا على الليتر اوف اكسبتنس المره اللي فاتت، واتكلمنا على الكونتاكت اجريمنت اللي هي اتفاقيه العقد اللي هو الانشطه بتاعت الكونتاكت مانجمنت اكتيفيتيز، ست انواع من الانشطه: خطاب القبول، اتفاقيه العقد، بعدين المستندات المكونه للعقد اللي هي اللي جايه دي، ده احنا ايه؟ دي اتفاقيه العقد اهي. بعدين المستندات المكونه للعقد. اتكلمنا على دي برضه لكن ايه؟ وقفنا في ايه؟ في نصها. فايه؟ هنتكلم من هنا. المستندات اللي هي الايه؟ المكونه بقى للعقد. في اول حاجه اللي هي ايه؟ الكونتراكت اجريمنت، اللي هي الكونتراكت اللي هي كونتراكت اجريمنت اهو. نبتدي بقى هندخل بقى من اول هنا عشان نمشي. احنا عندنا احنا قلنا ست موضوعات، هم طوال شويه بس بساط ان شاء الله، ونركز بس مع بعض عشان بقى ايه يعني بودي ان احنا ايه نحاول ان احنا النهارده نخلص اقصى ما يمكن، مش عايز خلاص. شاربين القهوه بتاعتكم مظبطين تمام هتستحملوا ولا ان شاء الله ايه؟ ايه الاخبار؟ كله مظبط نفسه ومستعد؟ طيب الكونتاكت اول حاجه احنا عندنا priority of documents is defined in the contract agreement. دي دايما في الكونتاكت اجريمنت بيتقال ان البرايورتيز كذا 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 عاده المسؤوليات تكونها لا. طيب بيتم تحديدها في الايه؟ في العقد نفسه. في الفيدك بقى في بيقول كونتراكت اجريمنت نمره واحد في ايه العقد، واحنا عاده احنا حافظين ست سبع حاجات بس، هو دول كل اللي موجودين بقى ايه من ضمن الفيدك. اول حاجه الكونتراكت اجريمنت اللي هي اتفاقيه العقد، ثاني حاجه الليتر اوف اكسبتنس اللي هي خطاب القبول، الليتر الميمورندم اوف اندرستاندنج اللي هي مذكره التفاهم، بعد كده من اربعه ذا ليتر اوف تندر اللي هي خطاب العطاء اللي هو بيسموه ريكوست فور كوتيشن، ريكوست فور كوتيشن، ذا ادندا اللي هي اي اضافات موجوده عليه، ذا بارتيكولار كونديشن اوف كونتراكت اللي هي الشروط الخاصه بالعقد، بعدين ذا بارتيكولار كونديشن اوف كونتراكت اللي هي الشروط الايه؟ العامه بقى، جنرال كونديشن اوف كونتراكت الشروط العامه، الشروط الخاصه بعد اللي هي جزء بي اي وبي مش بس الشروط الخاصه، جنرال كونديشنز اللي هي الشروط العامه للعقد. بيبقى مثلا شروط العمل يعني لاي حاجه ماشي. طيب ذا سبيسيفيكيشن اللي هي المواصفات، المواصفات دي جزء هام جدا اللي هي كلنا عارفين المواصفات طبعا في اي مشروع حتى لو هو بيشتغل اي تي بيبقى له سبيسيفيكيشنز، ذا دروينجز اللي هي الرسومات، ذا كومبليتد بيل اوف كوانتيتيز اللي هي ايه جدول الكميات، او البرامج السمعيه برضه السكيدولز، بعدين لو كونتراكت بروبوزل، again other documents forming part of the contract، عرض ايه المقاول واي مستندات اخرى بشكل جزء من العقد. دي يعني احنا حافظينها ان هي ايه اللي كل الخطابات المتبادله ما بين الطرف الاول والطرف الثاني خلال الايه الفتره بتاعت التعاقد يعني. خلاص supplementary information اي معلومات ايه تكمليه. طيب الترتيبات الماليه بقى لصاحب العمل،
The obligation to provide funding assurance to the contractor is a mandatory requirement stipulated in the FIDIC Pink Book. يعني احنا المفروض ان صاحب الـ يعني هو كلام يعني احنا ما بنشوفوش كتير قوي لان كل واحد طبعا حاطط النقطة الطرف الاول ده يعني على مستوى قوي جدا، لكن المفروض ان صاحب العمل بيعمل ايه؟ The obligation to provide funding assurance to the contractor يعني لازم بيبقى فيه أأكد assurance أعمل تأكيد للمقاول إن أنا هدفع لك فلوسك بالشكل الفلاني وإن عندي فلوس أدفع. The employer is required to provide reasonable evidence to the contractor of having made financial agreements to pay the contract price prior to the commencement date and also upon request of the contractor thereafter within 28 days. This ensures availability of funds to pay the advance payment. أول حاجة بتدفع الـ advance payment بدفع زي ما موجود في العقد بدفع 10 20 بتوصل 20%. في ناس بتحط أكثر أما بيبقى الموضوع فيه الكتروميكانيكال كبير ممكن تحط نسب أكبر يعني. طيب الـ interim payments اللي هي إيه؟ اللي هي المستخلصات الشهرية خلاص الانترم سيرتيفيكيشن او الانترم بيمنت اللي هي الايه المستخلصات اوكي برايس برايس كومسيت كونتراكت بتاع ابلبي اوف فاندز الادفانس بيمنت اللي قلنا اللي هي الداون بيمنت الاولاني اللي خالص اللي هو بيسموه ايه اللي هو الدفعه المقدمه والانترم بيمنتس اللي هي البيمنت انتر بيمنتس كل شهر سيرتيفيكتس والفاينل بيمنت اللي هو كونستيتيوتنج ذا كونتراكت price as stipulated in section of the FIDIC. كل ده كلام الفيديك يعني مفيش مشكله يعني احنا بنتكلم عموما وما منعش ان احنا برضه من الفيديك ناخد حاجه كده يعني مش طيب in the FIDIC red book and the yellow book the employer is only obliged to provide such evidence of financial arrangement within 28 days of receipt of any such request from the contractor. موجوده في الكتاب الاحمر الكتاب الاصفر ان اذا من اول طلب ضمان من الطرف الاول يعني انا ما بضحكش عليكم انا ما شفتهاش ما شفتهاش دايما بيبقى المقاول فرحان قوي ان هو اخد حق المقاول يعني هو ايه بس هو المفروض ان هو يبقى يندرس يندرس صح خصوصا في الظروف الايه اللي مش تمام اللي احنا عايشين اوكي فهي التزامات الماليه بقى لصاحب العمل يعني بيعد بالالتزام بتقديم ضمان التمويل للمقاول وتقديم دليل معقول على ترتيباته الماليه لدفع ثمن العقد قبل تاريخ البدء وبعد 28 من طلب المقاول يعني يفوت بعد 28 يوم من طلب المقاول ان هو يقول له اديني يعني ما يعني علامات او 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 اشور من كده ان انا ايه انك حددني الفلوس في وقتها والى اخره. هو المفروض ان الاول النصح قبل ما يدخل على اي عميل يعمل دراسه يشوف فلوسه ايه عنده ايه يعني المفروض ده دور المقاول بس برضه هي ايه يعني بتبقى بالقانون بتبقى كويسه يعني. طيب الابوينتمنت اوف ذا انجينير هنا بقى ايه؟ تعيين المهندس. صاحب العمل بيعين شخص او the employer shall appoint a person to act as engineer. The engineer must be named in the contract data as per FIDIC or appendix to tender. FIDIC read and logbook the اول version فيهم لا ثاني version or be subsequently appointed in writing with the employer after the award of contract. يا يعني صاحب العمل لازم يعين شخص تعين مهندس يعين شخص عشان ايه يدير له العقد ده غير مدير المشروع خلي بالك ففي يعني هو او ممكن نعتبره هو مدير المشروع هنا هو تعين مهندس هنا ما قالش ايه لكن صاحب الابوينت الكونتاكت مانجمنت اكتيفيتي بي ابوينت ان انجينير. طيب الانجينير بقى اللي بيعينه مسؤولياته ايه بقى؟ the engineer is responsible for the administering the contract and supervision of the execution of the work. بيدير العقد وبيراقب ايه الاكزكيوشن بتاعت الوركس. The engineer is not a party of the contract. هو الحقيقه الكلام ده يمكن يعني حاطط الاثنين في بعض بس هو المفروض ان هو مدير المشروع يبقى معاه واحد يعني يقوم بهذا الكلام contract manager يعني فهي هي الكلام يعني دمج الاثنين في بعض يعني مدير المشروع وايه او عامل
عامل كونتاكت مانجمنت اكتيفيتيز من ضمن مسؤوليات البروجكت مانجر، لانه فعلا هو تحت ايده، هو هيبقى شغل هو المسؤول عنه. The engineer may be either appointed as an individual or as a company, which will in turn appoint an individual to carry out the duties of the engineer in the name of the company. يعني يا اما المهندس بيقول عن دوله العدل والاشراف على التنفيذ، وايه وهو اللي ايه يعني هو اللي هيدير العقد بنيابه عن مين؟ عن الايه؟ عن المالك، عن الاونر يعني. طيب هنا بقى نقطه مهمه جدا. The engineer doesn't have the authority to amend the contract or have authority to relieve either party of any duties, obligations, as per the terms of the contract. يعني المهندس ما يتمتعش بسلطه تعديل العقد، ولا يملك ان هو يلغي حاجه عن حد، ولا يملك ولا يشيل حاجه من حد. هو يطبق العقد. يطبق العقد اللي بين مين؟ اللي بين المالك الاونر ومين؟ والايه والكونستراكتور. دي شغلته. انا بقى يعدل العقد؟ لا، هم لازم هم يعني هو اذا كان في حاجه بينهم وبين بعض وعدلوا وعملوا ماشي، لازم هم، انما هو بحد بنفسه لا، ما يقدرش، مش من حقه، مش من حقه. لا يملك ولا يملك اعفاء اي طرف من واجباته او السماء. طيب ابوز انجينير بسم الله the employer shall appoint a person to act as engineer. هيعين واحد كمهندس. قلنا بقى هنا بقى ايه؟ البينك بوك imposes more stringent conditions on the engineer's scope of authority. The engineer is mandatorily required to obtain the specific approval of the employer under certain circumstances and find the contract. يعني لازم المهندس لازم ياخد موافقه محدده من المالك. هو ما يقدرش هو يعمل التعديلات لوحده، ما يقدرش يعمل تقليل لوحده، ما يقدرش يعمل اي حاجه لوحده على المقاول. يبقى انما لازم ايه ياخد بقى ايه؟ يا 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 يا, يا, يا المالك ولا هو طرف العقد. يعني عاده احنا بنقول دايما العقد المقاوله في طرف قوي جدا بس مش ظاهر في العقد، اللي هو مين؟ اللي هو الايه؟ الاستشاري. طيب هنا في الابوزمنت اوف انجينير. طيب يطلب من مجلس الوزراء الموافقه صاحب العمل فقط. دي معلومات عامه يعني. In the FIDE credit books, red book and yellow book, the engineer is required to obtain the approval of the employer only for any matter and to the extent as may be specified in the particular conditions. يعني يطلب من مجلس الوزراء الموافقه صاحب العمل فقط لاي مساله. اي مساله، اي حاجه لازم ياخذ موافقه صاحب العمل. اوكي؟ لازم. والحد اللي ايه اللي يكون معاه الشروط الخاصه. بس في فتره لو هي في حاجه يعني هتؤدي الى مشكله كبيره، مثلا لما مفيش حد موجود وفي مشكله كبيره هتحصل، حاجه هتقع، حاجه يعني هتبقى في ميجر بروبلم، في الحاله دي بتبقى يعني ايه لها 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 برضه ايه يعني تيكن انتو كونسيدريشن. لو هيحصل مشكله كبيره والاستشاري بس اللي موجود يقدر ان هو يتصرف فيها. طيب الديفكتس نوتيفيكيشن بيريود دي ايه؟ مرحله ال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب defect notification period is defined in FIDIC forms of contracts as the period for notifying defects in the works or a section of the works, as the case may be calculated from the day of which the taking over certificate is issued for the works of a section of FIDIC conditions of contract imposes a time restriction for defect notification period of maximum 2 years. دي فترة الاخطار بالعيوب. يعني انا دلوقتي دي فترة محسوبة من تاريخ اصدار شهاده استلام الاعمال، يعني اعمال شهاده استلام الاعمال. اوكي؟ ممكن لما يطلب من الاول تحديد سبب العيب. يعني لو في عيوب يطلب منه سبب العيوب. ولازم المقاول يتحقق من جميع المراحل بدايه من التصميم لغايه ايه؟ لغايه الاصدار. خلاص؟
يعني during the defection of superior engineer may require the contractor to identify the cause of a defect. يعني ممكن المهندس يسأل مقاول عن سبب الديفكت اللي حصل معاه. In such event the contractor is required to investigate the cause. المقاول بقى لأن هو برضو دي حاجة احنا برضو نعرفها كده بال يعني التجارب وبالقانون وكان ماخذه. أقوى طرف لو في بالانس في بالانس كونتراكت اقوى طرف في الـ في الـ في الاطراف اثناء يعني المقاول ضعيف في حتتين بس وهو قبل ما يوقع على العقد المقاوله وعندما يجي يستلم المشروع دول الاثنين هو بيبقى فيهم يعني ايه اضعف طرف لكن خلال المشروع المفروض ان هو يبقى اقوى طرف لان هو اللي في ايده ريسورسز وهو اللي بيدور اللي بيستلم بيعمل ده اذا كان يعني ايه الامور ماشيه صح. طيب يعني in such event the contractor is required to investigate the cause using design and verification. يعني لو جه في الاخر بيسلم وفي عيوب تم ملاحظتها وهو بيسلم هيبقى في مشكله خلاص يبقى احنا لازم ايه بيجي الاستشاري وعامل ايه اللي هو المهندس المشرف يطلب من الاستشاري ايه قول لي سبب المشكله بتاعت الديفكت ده فالمقاول بقى بيقعد يحلل هذا الكلام يشوف الديزاين يشوف كل انواع الاسباب لو المشكله رجعت للمقاول ما هو ممكن ما يلاقيش حاجه ان هو غلط يبقى لو هو غلط يبقى هو هيصحح وهتبقى تكلفه الايه الانفستيجيشن دي ايه على حسابه تمام. طيب اللي بقى ايه مسؤوليات المقاول مسؤوليات المقاول contract performance. طيب اللي هي contract performance اللي هي ايه اللي هي performance تحت العقد نفسه اللي هي ال performance اللي هي الجودة الكفاءة بتاعت العقد يعني اول حاجة فيه اللي هي ايه الكونتراكت ما ينفعش كده اقول الموضوع ده جميل عشان كده هنشوف مسؤوليات المقاول. مسؤوليات المقاول ايه؟ عليه ست مسؤوليات هتبان دلوقتي. طيب the contract is required to design specify ممكن design execute and complete the works in accordance with the quality standards prescribed in specification employer's requirements within the time for completion specified in the contract or as extended under the terms of the contract and within the contract price stated in the contract or agreed determined by the engineer subject to make adjustments in accordance with the contract. يعني هي اول نقطه ان المقاول بيقوم بعمل التصميم اذا كان ضمن التعاقد بتاعه. طيب النقطه الثانيه the contract is required to complete any work which is outstanding on the date of a taking over certificate within such reasonable time as is instructed by the engineer. ان المقاول لازم يعمل اي عمل معلق يعني outstanding خلاص في تاريخ حضور شهاده الاستلام. لو انا بعمل خلاص قبل ما اكون شهاده الاستلام بتاعتي لازم ايه اي ما اسيبش شو حاجه ما اعملهاش. طيب نمرة ثلاثة the contractor is also required to complete and remedy all defects or damage. الحقيقة يعني ايه يعني عشان بس ما اضيعش وقتكم هنقرا بسرعه وهديكم اللي انا بدي انا مجهز سيناريو يعني خلاص فيجب استكمل المقاول هو the contract is required to complete and remedy effects of damage which may be filed employer or engineer or on expiry date of defects. يبقى النقطه الثالثه اللي هي ايه؟ يجب استكمل المقاول اصلاح تامين العيوب والاضرار ببساطه. هذه نقطه دي تعني كده اللي هي موجوده هنا. Where the defect or damage is attributable to the contractor. يعني لما يبقى العيب بسبب المقاول فيتم اصلاحه كليا على ايه؟ على حساب المقاول. والله اذا ما كانش على حسابه يبقى بيتعرض بقى على حساب مين وبأي طبعا بيبقى على حساب بقى اللي هو المتسبب يعني اذا كان الديزاينر اذا كان وعلى فكره في مشروعات كثيره جدا جدا قابلتني رجعوا على الديزاينر واخدوا منه تكلفه اعمال
يعني ما كانتش كويسه، مش في مصر، مش في مصر يعني، بره مصر يعني، واخدوا منه يعني ايه تعويضات وثمن الحاجات اللي هي ما طلعتش في الاخر كويس. طيب فيديك فورمز اوف كونتراكت بيرمز تو كونتراكتورز تو ريموف فروم ذا سايت وذ امبلويرز كونسنت ديفكتيف اور دامج بلانت which cannot be repaired expeditiously on site subject to the enhancement of the performance security or by providing other appropriate security. يعني اي اسمه ايه ده، اي مش هي مش المصنع المعيب اللي هي المعده اللي هي المعيبه او تلفه اللي ما يقدرش يصلحها على وجه في الموقع، لازم ايه لازم المقاول يطلعها بره ويعزز الامان ويخلي توفير الامان مناسب. ماشي طيب the contractor دي كل دي مسؤوليات ايه المقاول. The contractor is required to comply with any other contractual requirements applicable laws and regulations in performance of the contract. المقاول لازم يمتثل لاي متطلبات تعاقديه او قوانين او لوائح معمول بها في تنفيذ العقد. تمام سوري معلش. طيب ده ايه المسؤوليات المقاول. دي الكونتراكت بيرفورمانس بقى كل واحد يعني ايه ظروفه ايه. حقوق صاحب العمل. طيب حقوق صاحب العمل the employee entitled to extend the defect notification period for the works section of the work. The employer may also give notice to the employer's claim if and to the extent that the work section of the works or a major item of plant, as the case may be, and after taking over cannot be used for the purposes for which they are intended because of a defect damage attributable to the contractor. يعني صاحب العمل ممكن ان هو يمد المده بتاعه يعني اذا كانت العيوب اللي موجوده كان في عيوب وبتمنع استخدام الاعمال او اي جزء منها، صعب ممكن يمد فتره الاختيار للعيوب يعني مصلحه الاصلاح يعني كذا كذا يعني بيسلم مشروع او بيسلم اي حاجه وفي عيوب اساسيه يعني لازم بقول لك ايه لا تمنع الاستلام خلاص اوكي تمام السلام. احنا تاريخ الاستلام بتاعنا بتاريخ معنا ايه ما انا بستلم وفي عيوب دي مش مدهونه دي عايزه تتظبط دي عايزه تصلح وفي اللي هي بيسموها ايه ملاحظات لا تمنع الاستلام. لكن لو في مشكله تمنع ان انا اشغل المبنى بتاعي او اشغل الفاسيلتي اللي انا عاملها او جزء منها، يبقى انا لازم ايه حقي كمقاول انك حقي كمالك ان انا ممكن امد بس مش بمد على حسابي، مش بمدها لا بمدها له على حسابه هو. اتاخر يبقى التاخير ده هيبقى اتحسب عليه. خلاص if the contractor fails to remedy any defect or damage in reasonable time or by the date to file the employer, the employer may cash. يعني لو جه دلوقتي المالك قال للمقاول انت في العيوب كذا 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 خلاص، وصاحب والمقاول ما عرفش الامكانيات الفنيه والامكانيات الماليه ولا الى اخره، قدر ان هو ايه يعملها. طيب اول حاجه يعملها ايه؟ carry out the work himself or by others and recover the cost reasonably incurred by employer from the contract. هو يصلحها بنفسه بقى او يجيب مقاول او حاجه ثانيه او يجيب متخصص او الى اخره، ويعمل حساب الكلام ده على مين؟ على ما هو لسه ختام ما خدش ختام بتاعه، ويقول له الناس اللي هو الخصومات بتاعت الضمان بقى وتامين الاعمال وكان كله او الاخر خلاص. فاذا المالك ادى للمقاول تعليمات او اوامر يصلح حاجه وما عرفش يصلحها في الوقت اللي تم الاتفاق عليه، يبقى هو اول حاجه ممكن يعملها ان هو ايه؟ ان هو يصلح هذا الكلام سواء بنفسه او سواء بمقاول ثاني، والتكلفه تبقى على مين؟ على المقاول اللي هو الاصلي يعني. Request the engineer to agree or determine reasonable reduction in the contract price to set up the cost that will be reasonably incurred
غريبه جدا. افكت اوف دامج. الحل الثاني، المالك بيطلب من المنصور يعمل ايه؟ يحدد له خصم ريزونبل، يعني ايه؟ يخصم يحدد خفض في سعر العقد، يعني بحيث ان يعني ايه؟ ان الفلوس اللي هيخصمها دي تكفي ايه؟ تكفي ان هو يصلح. خلاص؟ يعني الحل الاولاني ان هو يصلح ويخصم من المقاول، الحل الثاني اللي هو ايه؟ يطلب المقاول الاستشاري ان هو يقلل يعمل ريزبل ريدكشن، يعني ريدكشن معقوله، اللي هو تقليل نسبه معقوله، بحيث ان يبقى ريزونبل انكيرت ريفيو افكت اوف دامج. للاسف على فكره بتحصل الحاجات دي في المواقع، بس بتحصل للاسف لما بيبقى يعني ناس يعني مفتريه او ناس مش فاهمه، يعني مش بتشتغل من غير رحمه، بيصدموا المقاول في حاجات من دي يعني. المهم خلينا نكمل. If the defect or damage deprives the employer of substantially the whole of the works or any major part of the work, the employer is entitled to terminate the entire contract as a whole. يعني لو عيب او الضرر كبير بيحرم ما بيخليش المالك او صاحب الشغل ان هو يستفيد بكل الاعمال اللي اتعملت او بجزء كبير منها، يبقى يبقى من حقه ايه بقى؟ ميبل بارت او كذا ستارت ديفيكت دامج ديز كاتامز ذا امبلوير انتايتل تو ريكفر اول سامز بيد فور ذا وركس فور اور فور ساتش بارت ان اديشن ذا امبلوير انتايتل تو فاينانسينج كوست اس ماركت كوست اند ذا سايد كيلينج كوست. الحاله دي يبقى من حقه بقى يخلص العقد كله بنفسه، وايه؟ والاستحاله دي كل ما هو لاخرها يقسمها على ايه؟ على ايه؟ على المقاول. يعني طيب شهاده الاداء اللي هو بيرفورمانس سيرتيفيكت، دي كانت نقطه في الايه؟ الكونتراكت بيرفورمانس. فالجير شال ايشيو ذا بيرفورمانس سيرتيفيكت للكونتراكتور بذا كابي to the employer within a stipulated period after the latest of the expiry dates of the effective notification period or as soon as written after. المهندس بيتولى اصدار شهاده الاداء للمقاول مع نسخه لصاحب العمل، يعني بيبقى ايه؟ بيبقى بيعمل معاه التسليم والاستلام، يعني شهاده اداء للاعمال. المفروض بيبقى في لجنه لاستلام الاعمال وكلام الاخر، بس ان في الاخر يعني ايه؟ بقى الاستشاري هو اللي بيدير هذا الكلام، ونسخه لصاحب العمل ونسخه لمين؟ المقاول ونسخه طبعا عنه. كده فتره محدده. بعد اخر تاريخ انتهاء صلاحيه فترات الاختيار بيوقف في اقرب وقت بعد سنه. اللي هي فتره فيها ايه؟ انت احنا عندنا العيوب كذا كذا كذا، يعني طلعنا وعيننا عملنا استلام ابتدائي، بتلاقي سناج ليست بقى طويله جدا. ممكن الطويله دي ما تؤثرش على استلام المبنى او على استلام المنشأ او على استلام اللي خلاص، فيبقى ما فيش مشكله. ممكن وتبقى دي تتعمل مثلا 15 يوم 20 يوم بتتعمل والدنيا شغاله. انما لو اي حاجات توقف يبقى هنا بقى نتكلم بقى ايه؟ The engineer may withhold the performance certificate if the contractor has failed to submit all the contract documents and complete and test all the works including remedy all the effects and others. اذا اذا المقاول فشل في اصلاح العيوب والاضرار وتقديم بيان المستندات والكلام ده اخره، يبقى ايه؟ من حق المهندس ان هو ايه؟ ما يديلوش ايه؟ اللي هي البرفورمانس اللي هي شهاده اللي هي الاداء. ماشي؟ طيب لغه الكلوجر اوف كونتراكت. هما اغلاق العقد، يعني ايه اغلاق العقد ده؟ ملوش غير ايه؟ خمس حاجات ممكن تديها العقد. اول حاجه اللي هو الايه؟ بيرفورمانس اوف ذا كونتراكت، اللي هو تنفيذ العقد بشكل ايه؟ بشكل خلاص، يعني في المده بتاعته بالكواليتي بتاعته والحاجات كويسه، بس العقد ايه؟ انتهى. في 15 20 يوم، يعني حاجات اللي هي ايه؟ البسيطه اللي هي ممكن تعدي من بين الناس خلاص، بس ايه؟ البرفورمانس كانت كويسه بالنسبه للكونتراكت. طيب النقطه الثانيه ايه؟ التيرمينيشن اوف ذا كونتراكت، حصل انهاء للعقد. انهاء العقد ده له كذا حاجه.
انا بعمله ترمينيشن ليه؟ احنا قلنا يعني المقاول مش عارف يخلص المقاول، حاجات كتيره يعني، يعني اللي حاجات الخاصه بايه بالمقاول نفسه اللي هو مش عارف يخلص يعني. اوكي. طيب الكيس الثالثه، وقوع حدث مصنع تحت القبه القاهره، زلزال، حرب، تسونامي. في ناس بتتكلم عن اسمها ايه دي اللي هي يعني حاجه زي يعني الظروف اللي احنا فيها في مصر دلوقتي اللي هي الامراض والكلام ده من اول اخر، يعني بس هي مش قوه قاهره يعني، لان ممكن التعامل معاها بشكل او باخر يعني. يعني في ناس بتفسرها كده وناس بتفسرها كده، احداث خاصه او قوه قاهره يعني. المهم طيب في نمره اربعه، ممكن تعديل العقد باتفاق الطرفين، عملنا كونتاكت ميوتشال اجريمنت اوف بارتيز، يعني احنا الاثنين مع بعض بنتفق ان احنا ايه نقفل الكونتراكت. ممكن يبقى في ظروف معينه حتى بما فيها القوى القاهره على فكره، ممكن نقفل العقد مع بعض يعني. ودي اجمل علاقه، العلاقه ما بين المالك والمقاول علاقه مفتوحه. واحنا يعني ما فيش يعني ما حدش فينا عايز يجي على التاني، بيتعامل بما يرضي الله. ده تعب واشتغل وانتج واخد حقه، وده دفع فلوسه، يبقى بينهم وبعض في اللي هي الايه علاقه الايه. الناس كتير بتعتقد ان هو ده كلام خيالي، لكن الواقع في ناس كتير كده، ناس ما بترضاش على يعني نفسها ان هي تاخد حق المقاول، ناخد حق مالك، ولا مالك ناخد حق المقاول. ده دي ربنا الناس ربنا بيكرمها وايه بتكمل وبتكبر وبتورث لاولادها ولاحفادها شركات محترمه، شركات واقفه على حاجه. طيب a decision of a competent court having jurisdiction over the contract، يبقى قرار ايه من محكمه مختصه بالعقد، اتعمل كورت كيس وهي والمحكمه ايه وقفت العقد. ودي الخمسه ايه، مش ممكن اغلاق العقد وانهائه الا على طريق واحد من الخمسه، تنفيذه يا انهائه، الترمينيشن برضه له اسباب هتبان دلوقتي، او قوه قاهره، او بالاتفاق، او قرار المحكمه. طيب الكونتراكت ادمنستريشن، دي اطول موضوع في احنا هم 10 موضوعات، هنلاقي الموضوع الثامن ده خلينا مصحصحين فيه شويه كده من ايه خلينا مع بعض. دي فيها دي وظائف اداره العقود الاثريه، تعالى مهندس خفيف. يعني وزاره العقود لها كم وظيفه؟ لها 49 وظيفه، 49. الانجليش بتاعنا اهو طيب هنحاول ان احنا يعني برضه نعمل ميكس ما بين الانجليش والعربي، بحيث ان احنا برضه بنتكلم انترناشونال، ما ينفعش ان احنا ايه نقول يعني احد الاسباب. الحاجات دي كلها غالبيه الناس عارفينها وهيحس ان هو يعني عدت عليه وكل حاجه، فاحنا ايه وتراي برضه تو يوز يعني ايه بالانجلش او بالعربيك في الايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الديسكشن او في البرزنتيشن يعني. issue instruction to commence the work، اصدار تعليمات البدء للعمل اللي هي الوظائف بقى، الوظائف اللي هم احنا قلنا دول كام وظيفه؟ 49 وظيفه. هنبدل هنلاقي الاعداد الرقم دلوقتي رقمها 49. issue instruction to commence notify the employer and the contractor of assignment of duties and delegation of authorities to an engineer and large engineer assistant. بنلقى صاحب العمل والمقاول بيفوض السلطه لمين؟ المهندس المقيم والمساعدين اللي معاه التانيين يعني. خلاص؟ يعني بيبقى يعني دلوقتي في شركه بي ام او بتدخل تاخد الكلام ده من اخره، ممكن هو يجيب كونسلتنت وهو اللي ايه اللي يقوم بهذا الكلام، ويبقى متعاقد معاك كونسلتنت هو يشرف على الاعمال، ما يقدرش يشرف على الاعمال بقى بقيه الامور اللي بنتكلم عليها. طيب notify the employer and the contractor of revocation of assignment of duties and delegation of authority if required. اللي هي اذا لزم الامر اختار صاحب العمل المقابل بتفويض السلطه للمهندس المقيم. خلاص؟ طيب review the contractor's work program and if necessary notify the contractor of the, to the extent to which it does not comply with the contract. اللي هي ايه؟ مراجعة برنامج عمل المقاول
واختار المقاول الأزل بمدى عدم امتثاله للعقد. يعني الوظائف بقى اللي هي بتاعت الايه بتاعت الكونتراكت ادمنستريشن بيراجع العمل اللي في الاول بيعمله وبيخطر المقاول ان بيقول له مثلا ان انت ايه اللي هو الاشراف على التنفيذ يعني اللي بيقول له ان انت يعني ايه ده مش ده مش مطابق ده كذا كذا. طبعا ده بيبقى ايه سبيشال ريكويست وبيبقى فيه بيبان الكلام ده كله ان شاء الله هن ايه هن اه ان شاء الله باذن الله تعالى هنشوف يعني عايزين نعمل لقيتها مهمه قوي ان احنا نعمل فايلنج سيستم. فايلنج سيستم مش طبعا عندكم كنترولر بس لازم دي مشروع يبقى عارفها. ففي فايلنج سيستم انا كنت زمان قوي اشتغلنا مع بيكتل وظبطت انا ايه فايلنج سيستم اشتغل معايا على طول يعني بيبقى خاص بيا انا كاداره المشروع سواء كنت مقاول سواء كنت استشاري سواء حاجه بس معمول كويس قوي يعني. طيب review the contractor's work program and if necessary كذا monitor the progress of the works using the current work program. ان انا بتابع سير الاعمال تبقى برنامج زمني في برنامج زمني وبتابع برنامج زمني كل دي ايه المهندس بينفذها. احنا قلنا كم واحده 49 وظيفه المهندس بيعملها تخيل تتخيل واحنا ماشيين كده نفسك انت بقى لو اشتغلت مهندس هتلاقي ان انت بتعمل هذا الكلام. طيب نمرة 6 يقوم باختيار المقاول اذا فشل. كل دي الحته الفنيه دي كلها ايه؟ دي موجوده في كل يعني 6 7 8 9 10 يعني دي العناوين بتاعت الفاشل احنا جوه الكونتراكت ادمنستريشن لغايه دلوقتي الوظائف اداره العقود. طيب نمرة 6 notify the contractor if the program fails to comply with the contract. Actual progress is too slow to complete within the time for completion or actual progress has fallen or will fall behind the current program due to an event for which the contractor is responsible and ensure that the contractor submit a revised program. في بتاع اللي هو ايه انك بتخطر المقاول باي تاخير اي تاخير عنده في 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 في, 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 في الشغل بتاعه يعني. إذا فشل برنامج في سلسلة العقد أو التقدم الفعلي بطيء جدا ما بيحتاجش وقت في العمل يبقى إيه بيأكد على أنه لازم يعمل إيه برنامج تاني وهو إلى آخره. عشان كده أنا بكلمكم كلام عملي أنا بقى ماسك مشروع سواء كنت أونر سواء كنت كونسلتنت سواء كنت مقاول الأسبوعية اسبوعيا لازم في متابعه كامله متابعه تايم متابعه كوست متابعه كواليتي وريبورتات ما حدش يقول ان ده تضييع وقت. واقع الامر اذا ما عملتش كده وايه وما فيهاش هزار اللي مش هينجح يبقى عنده اجتماع اسبوعي المقاول بيقدم التقرير بتاعه الاستشاري بيقدم التقرير بتاعه وفي الاخر بايه كل واحد يعني بتبان في مشكله من حد بايه بتبان على طول. اوكي نمبر 7 issue necessary clarification or instruction to the contractor when there is any ambiguity or discrepancy in the documents. اصدار اضاحات او التعليمات المقاول ما يبقى فيه اي غموض يعني ما يبقى فيه اي غموض او اي حاجه الايه المهندس بايه بيوضحها له وبيعمل هذا خلاص. issue the contractor instructions issue the contractor instructions and additional modified drawings which are necessary for proper execution. اللي هو بوزر التعليمات او الرسومات الاضافيه المعدله اللازمه للتنفيذ السليم. يعني لو في نقصات حاجه مش واضحه حاجه مش موجوده يبقى ايه يبقى بيدي التعليمات بتاعته. احنا كل كلنا بنتكلم في مين؟ وظائف المهندس اللي قايم بعمل العقد بايه بيعمل هذا الكلام. فده كله يعني اللي اشتغل هيلاقي ان الكلام ده كله موجود وبتراجع كل حاجه بس هو متجمع على بعضه هنا بشكل يعني ايه 1 2 3. طيب review contractor's document and make comments
if there are no compliance with the contract. يعني بيراجع كسر سائق المقاول وبيدي التعليقات طبقا للعقد. اذا في اي حاجه اي دوكيمنت مش مطابق للعقد لازم ايه يبقى ايه؟ يبقى لازم يتظبط ويتصلح. طيب give notice and particular to the contractor of employer's claims for any payment for the extension of the defect notification period within the time stipulated. تقديم الاختيارات اختيارات التفاصيل للمقاول خلاص. To the contractor of employer's claim employer's claim يعني اي مطالبات لصاحب العمل يعني المقاول يعني لو في اي اختيارات او تفاصيل بشان مطالبات صاحب العمل يبقى ايه؟ يبقى الاستشاري او المهندس المعين هو اللي ايه؟ اللي بيعمل. خلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نمبر 11 effect consultation with the parties to reach agreement on certain matters in accordance with the contract and if agreement is not achieved to make effect determination notify parties of any agreement reached or determination made. ليه ايه؟ التشاور بقى مع ايه؟ مع صاحب العمل والمقاول خلاص؟ شأن الاتفاق على اي موضوع. يعني زي ما بنقول لو يعني هي لو الطرفين لو ماشيين بالعدل كل واحد فيهم يعني ايه مش عايز ياخد الثاني وهو اللي اخد بالعلاقه كويسه جدا فبيبقى تشاور بين صاحب العمل والمقاول بشأن الاتفاق على اي موضوع. اذا ما تمش الاتفاق بيتخذ قرار عادل ويخسر به الطرفين. خلاص؟ خلي بالنا من حاجه هنا في نقطه ونقطه مهمه جدا ودي دعوة مني للاستشاريين. أنا الحقيقة بين الاستشاريين عظام جدا 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 وفيري فير عمره يعني مش معنى إن أنا استشاري بقبل من المالك إن أنا أبقى في صفه أبقى في صفه شكلا. بمعنى إيه؟ يعني أنا ما أظلمش المقاول اللي عندي في الموقع عشان أرضي المالك. ده غلط. يعني أنت أولا بتشيل الذنب ثانيا بتخسر سمعتك وبتخسر سمعه المالك. دي نمره اثنين. خلاص؟ نمره ثلاثه في لحظه من اللحظات ممكن انت بتعمله ده يقلب على الشغل يقلب على المشروع. هتلاقي المقاول بقى ما دام شايف ان هو بيتظلم عشان حاجه ما حدش هيقدر عليه في الموقع. يعني انت مش قاعد معاه 24 ساعه حتى لو قاعد معاه 24 ساعه يقدر ان هو بقى يعني لو مقاول محترم ومحدش يقول ما فيش لا في مقاولين محترمين ولا يقبلوا ملي ولا يقبلوا اي حاجه غلط ومش مصر. انا ما بتكلمش على مصر بس على الدنيا بحالها. يعني انا اذكر واحد رئيس مجلس اداره شركه مقاولات مش بدون ذكر اسماء او حاجه كان متعاقل على مستشفى. الكلام ده بتكلم على حاجات من زمان اكتر من 30 سنه. رئيس مجلس اداره الشركه جه شاف المبنى اللي اتعمل هنا في عملوه الشركه في مصر في اجنبيه خلاص امر بهدم المكان اللي هدمناه كلنا ده مش شغلنا وعملوها تاني وعلى حسابهم. ده المقاول اما دي جاب بقى كسبوا خسروا بس دي قصه احنا كنا دايما بيحكوا لنا واحنا ايه واحنا في شبابنا يعني. اوكي مانج فاريشن انكلود ايدنتيفاينج انشيتنج انستراكتنج ابروفنج ايفالويتنج فور فالويشن اللي هي ايه اداره وتقييم التغييرات. اداره التغيير ما فيها تحديد وبدء وتوجيه الموقع عليها دي ترجمه اللي هي الحرفيه بس انا يعني ايه بندي المختصر المفيد يعني. Effect certification of payments, including advance payment, interim and final payment certificates within the period stipulated in the contract. اللي هو اعتماد المستخلصات fixed certification of payment, including advance payment الأول الدفع المقدمة والمستخلصات والختامي جوه الـ يعني ايه ما يبقاش العقد بيقول ان انا مثلا ختامي اصرفه بعد مثلا بعد محضر الاستلام الابتدائي
مثلا باسبوعين او 3 اسابيع او بشهر، واجي انا بقى كاستشاري الوع الدنيا، او انا كمالك. الاستشاري المفروض ان هو ايه؟ دي وظيفته ان هو ما ياخرش حاجه زي كده. يعني طبعا بتبتدي على الاستشاري، يعني يبقى ايه؟ المهم ما فيش حاجه تقوم على ظلم. يعني اللي بيقوم على ظلم ما بينفعش يا حضرات الافاضل. اللي بيقوم على ظلم ما بينفعش يا حضرات الافاضل. خلاص؟ نخلي بالنا. يعني حاجات كثيره بتبدو ان هي ماشيه معقول، لكن ما بتعش. اللي بيقوم على ظلم ما بيعش. معلش. انا بقول لكم خبره سنين. ياما ناس كثير وقعت قدامنا زمانين، اذا كانوا ملاك او اذا كانوا مقاولين او اذا كانوا موردين او اي حاجه، ان هم مشوا غلط. خلاص؟ Correct or modify any previous payments that was necessary. يعني لو انا كاستشاري او كمهندس تم تعييني وكان المقاول صرف قبل كده حاجه مش من حقه، يصححها ويعدلها. ما فيش بقى لا، يعني المقاول صرف ساعات، في مقاول ممكن بالغلط صرف مبلغ معين او الى اخره، نسوا يخصموا حاجه مثلا، حط كميات زياده في حاجه وهكذا. انا مش بتكلم على الاخطاء الحاجات المقصوبه، يعني بتكلم على ايه؟ حصل اي مشكله او خطا مش مقصود يعني. فهي ايه؟ يبقى دور الاستشاري ان هو ايه؟ المهندس اللي هو ايه؟ يصحح هذا الكلام. طيب. A grant prior consent to subcontractors. المفروض المقاولين الباطن ما يشتغلوش كده. ما ده مش دي مش دي, دي مش قهوه ولا 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 لا لا خلي بالك خلي بالك. المفروض ان في بيبقى ليست اوف سب كونتراكتورز او ليست اوف ابروف سبلايرز. يعني في سب كونتراكتورز، لو انت بتعمل حاجات متخصصه الكتريكال الكتروميكانيكال ميديكال فاير فايتنج، يبقى في عاده ليست اوف ايه، مش واحد بس. يعني انا مش انا كصاحب، انا مثلا عندي مشروع او انا استشاري اقول له روح لفلان، لا انا اعمل كشف في 3 4 5 واقول له والله اي حد من دول هتجيبه ده ماشي السكين، يكون متدرب قبل كده. ده اللي هو الايه؟ اللي هو ليست اوف ايه اوف سب كونتراكتورز او ليست اوف سبلايرز، دي اللي هي الايه؟ خلاص. فهنا جراند براير كونسنت اوف سب كونتراكتورز. لو الدنيا ماشيه متنظمه صح وفي ليست اوف ريكومندد سبلايرز او ليست اوف ريكومندد سب كونتراكتورز، يبقى الموضوع سهل. يعني هو مجرد ان هو اخذ واحد من الكشف ده خلاص، ما ملوش دعوه بقى اتاخر بكام، عمل ايه، ظروفه ايه. لكن الاصح ان يبقى ايه؟ يبقى الكونتراكتس باك تو باك. دي واحده. الحاجه الثانيه، لو في حاجات تقول لك ايه دول او ايكويفالنت، يعني اجيب مقاول ده او ايكويفالنت، يبقى لازم اعمل ايه؟ كومباريزون شيت، بحط فيه الكاركترستيك بتاعت المقاول ده بتاعت الايه المقاول اللي انا جايبه. لو اثبتت ان هو بديل بتغلب شويه، انا كده تروح شغله وتشوف الاخر الاخره. لكن الليست اوف ريكومندد سبلايرز او ريكومندد كونتراكتورز بتسهل في ايه؟ ان مش هنقعد ندور بقى. يعني لو جال الكونسلت اللي عمل هذا الكلام او الاونر اللي عمل هذا الكلام، خلاص ده واحد انا عارفه واشتغل معايا قبل كده وعارف ظروف ايه واقوله ايه. كان يعني ايه؟ بيبقى سهل ان انا اخده. لما هجيب واحد بقى جديد واقعد اقارن، لازم ادرس شغله، اشوف سمعته، اشوف ايه هذا الكلام كله من اول لاخر. تمام؟ طيب. يبقى انا ايه؟ مقاولين الباطن ما اتاخرش عليهم. لو انا جبت مقاولين باطن ما يجيش المقاول بقى الاستشاري بيقعد ياخر، لا، يبقى ايه؟ بيدي الموافقه يعني سريعه يعني. خلاص؟ طيب. Grant prior consent for appointment of or revoking of the appointment of the contracting representative. اما يبقى في مقاول وجايب مدير مشروع، يعني عامل الهيكل التنظيمي بتاعه مقدمه، وايه؟ ومطلوب ان انا اعمله اعتمده كاستشاري. عاده بيتقال مثلا الاستشاري مثلا له 15 يوم عشان يعمل حاجه فلانيه.
رجائي برضه كاستشاري بلاش ناخد بالماكسيموم، يعني الحاجه اللي تقدر تخلصها النهارده ما تخلصهاش بكره، الحاجه اللي تقدر يعني ايه يعني ده البرنسبل اللي انا قلبي في الموضوع وعايز واحط نفسي مكان المقاول، والمقاول نفس القصه حط نفسه مكان الاستشاري، يعني احنا كلنا نبقى التعامل بتاعنا. والله انا يعني انا ده انا مش خيال، احنا طبقناه في حياتنا والحمد لله رب العالمين، كانت الدنيا يعني كويسه. لما بتبتدي الناس بقى كل واحد بقى ايه يتعامل ما بين الكلاينت والكونسلتنت والمقاول ان هم يعني اعداء اعدقاء يعني مثلا، الدنيا ما بتبقاش سليمه. لازم نحس ان احنا كلنا بنبقى تيم، والتيم ده اللي بيقوده دلوقتي اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ البروجكت مانجر بتاع الكلاينت. او لو عنده بي ام او هو اللي بيدير. بس انا بفضل ان الكلاينت يبقى عنده ايه؟ دي مشروع فاهم وعارف هو ده اللي بينجح المشروع. اتس اوكي؟ طيب. نوتيفاي ذا كونتراكتور of the location, coordinates, and grid points and levels of benchmarks for reference if they are not specified in the contract. يعني لو في العقد ما فيش اللوكيشن المكان الكوردينيشن والجريد بوينتس يبقى ايه؟ يبقى الاستشاري هيديها له. يبقى المقاول هيدي له ايه؟ اختار. انا عامل نقط سريعه هنا عشان برضه احاول، لان انا مش عايز اضيع وقتكم، لان الموضوع بسيط اصلا وكل الناس عارفينها. يعني هي بس متجمعه يعني بشكل يعني ايه يعني واضح يعني. طيب يبقى ايه؟ مراقبه بيدي التفاصيل المساحيه المناسيب والبنش ماركس والليفلز وكل حاجه خاصه بالمساحه لتحديد المكان. ماشي الحال. طيب يعني انا عايز اقول له انا برضه سريعه برضه عشان برضه يعني نبقى عارفين. المفروض انا شخصيا لو كونسلتنت، ودي لو رجعنا لاسباب فشل المشروعات، لو كان المشروع من الاول خالص الكونسلتنت اللي هو مصمم صمم على فعلا الارض وهو رافعها مظبوط، هتلاقي كل الدنيا ماشيه مظبوط. اللي بيحصل الكلام ده بيحصل من ايه؟ من ان الاستشاري اخذ حاجات تقريبيه وقال لك بقى المقاول بقى هشيل وايه كنت ايه والمقاول كانه صمم، والمقاول كانه الشروط اللي بتتحط شروط اعجازيه دي خلاص. طيب audit the contractor's quality management assurance system. اهم حاجه ودي برضو احنا دايما بنعمل ريكومنديشن لها لاي حد، يعني اي شركه عايزه تعيش وعايزه تكبر لازم يبقى عندها كيو اي كو سيستم. اسهلهم الايزو او اشهرهم الايزو في اوروبيان سيستم، في كل حته فيها لها سيستم بتاعك، بس اشهرهم الايزو واسهلهم وايه وفاميليار مع ناس كتير قوي. عشان كده يمكن انا اهتميت بان احنا نشير موضوع الايزو مع بعض، واخدنا فيه اربع خمس محاضرات خمس لقاءات، يعني ما بحبش اقول محاضرات بس يعني الحمد لله. ان هي الكيو اي كيو سي هام جدا 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 جدا، وده الحد الادنى. خلي بالنا الحد الادنى يبقى عندك سيستم اللي هو الايزو، يعني زي ما بكلمه برضه في الكواليتي قلنا ان عندنا الايزو ده رابع مرحله في الايه؟ في الامبروفمنت بتاع الكواليتي، في السيكونس بتاعت الكواليتي. ورا الايزو في توتال كواليتي مانجمنت اللي كان بيتكلم عليها ديمينج في الاربعينات القرن الماضي، وامريكا ضحكت عليه قالت له يعني من الثلاثينات حتى مش من الاربعينات، هو بدا في الثلاثينات يقول لهم اتس تايم فور نيو ريليجن. فنفع فيه بعد ما ناخد الايزو ونطلع على التوتال كواليتي مانجمنت، بعدين دلوقتي بقت السكس سيجما، بس سيجما في اللين سكس سيجما، عشان كده يعني ايه نهتم بكواليتي مانجمنت لان كواليتي اشورنس ولان دول سر كبير لنجاح اي حاجه. طيب monitor the contractor's resources including equipment, material and personnel. احنا قلنا الريسورسز ايه؟ احنا قلنا في فور ريسورسز. لا دي مش رابعه، ده حرام يعني الرابعه دي. لا يعني في فور ريسورسز. فور ريسورسز يعني اربع ريسورسز اللي هي عناصر انتاج. اربع عناصر خلاص؟ الفور ريسورسز دول ايه؟ الفور ام اللي هم ايه؟ المان باور الاول، اول حاجه واهم حاجه، وزي ما قلنا
يعني بقى ما عندهاش غير مان باور، دول كتيره جدا اللي عندها مان باور بس، عايز بقيت الامكانيات تشتريها بسهوله يعني. خلاص فايه انت يعني مونيتور ذا كونتاكت ريسورسز، يعني انت كاستشاري او كمهندس بتدير او بتراقب الايه الموارد المقاول اللي فيها ايه الموظفين او المان باور والماشينري والايه والماتيريال، وبيمونيتور طبعا فلوس لانه هو بيدي المستخلصات وبيراجع الكاش فلو والكلام ده كله. طيب انشور ذات ذا كونتراكتور تيكس اول ريزونبل ستيبس تو بروتكت ذا انفايرمنت اند تو ميتيجيت دامج اند نويزانس تو بيبل اند بروبرتي، اولسو انشور ذات ايميشنز سيرفيس ديسشارجز اند افلوينت فروم ذا كونتراكتور اكتيفيتيز shall not exceed the value stated in the specification or prescribed by applicable law. يعني لازم يبقى في حمايه بيئه. خلي بالنا احنا اتكلمنا اعتقد عملنا احنا عملنا برزنتيشن على التلوث البيئي في كذا نوع، احدهم بقى دلوقتي ايه البيئه او يعني حمايه البيئه، تخفيف الضرر والازعاج يعني النويز اللي هي كان ديسيبل وكده، وايه والانبعاثات وال يعني كل اللي هي الخمس حاجات اللي اتكلمنا عليها في الايه في الانسان والبيئه في برزنتيشن الانسان والبيئه كنا عملناه، حطينا في كل انواع الايه البوليوشن. فلازم الكونسلتنت يخلي باله ان الايه ان الكونتراكتور محافظ على ايه على البيئه، وده بقى بيبقى فيه انفيرمنتال بلان. خلي بالك لازم خلاص يعني المقاول بالتنفيذ بيعمل خطوات حمايه البيئه، وده بيبقى فيه ايه اللي هي الانفيرمنتال بلان. طيب بعد كده احنا كل ده شو بنتكلم في ايه في اداره العقود، الوظائف الرئيسيه لاداره العقود. يبقى يعني اعتقد ان الكلام ماشي، يعني لو اي حد عنده اي مشكله او اي حاجه ما يمنعش يرفع ايد يدي علامه. باشمهندس احمد اي ام ريدي، يعني ام ريدي معلش. وانا في الاول كنت بتعب قوي في الـ في الـ في, الـ في الـ على الـ على الزوم، خلاص بقى احنا يعني مضطر يركب الصعب عشان بس ما نقفش، انما ما بنبقى في يعني فيس تو فيس او فيزيكالي مع بعض بنقدر نحس بالناس والناس تحس بينا، وبيبقى في نوع من الايه بتفرق يعني. لكن الحمد لله احنا يعني كتر خيركم انكم بتحضروا، وان شاء الله بالتوفيق يا رب كده، ونلاقي كده يعني ايه منكم كلكم يعني كل الناس اللي موجودين يبقى ايه الناس بتجري وراهم وما بيجوش فرحان. طيب ريفيو ماركي بروجريس ريبورت سبميتد باي ذا كونتراكتور اند ميك كومنتس اف نوت كومبلاينج وذ ذا ريكوايرمنتس ستيبليتد ان ذا كونتراكت. لازم الماركي في ماركي في الويكلي بروجريس ويكلي في ديلي. حضرات الافاضل هقول لكم على حاجه، يعني انا في مشروع كنت بشتغل مع شركه يابانيه في دوله من الدول العربيه، في داعي ان احنا مش هنوصل نقول حاجه معينه. يوميا لازم ابعت ريبورت لطوكيو، لازم من اول يوم. انا طبعا كنت اوكوران زي ما بيقولوا الفرنسيين من الكلام من هنا في مصر، لان انا اي مشروع في مصر بره مصر في الهند في تركيا في اي حاجه، سواء انا كنت في كلاينت اونر او كونسلتنت او مقاول، الويكلي ريبورت من اهم الامور. خلي بالك الويكلي ريبورت مش معمول عشان نقول خطا، الويكلي ريبورت عشان الناس اللي بتشتغل تقول مشاكلها وتقول، وطبقا لو برضه مش هنقعد خمس ساعات في ميتنج، لا احنا اتكلمنا عن المانجمنت اوف ميتنج، واتكلمنا ازاي اجهزه وازاي اعمله ونطبقه، هنلاقي نفسنا ما عندناش مشاكل، هنلاقي نفسنا بنطبق كل الاجايل وبنطبق السكرام وبنطبق كل حاجه، ده واحنا ماشيين بالايه للاسف اللي بيسموه ووتر فول. انا ما بحبش الكلمه دي قلتها قبل كده، لكن ده تراديشنال مانجمنت اللي اتبنى بيه الاهرامات واتبنى بيه سور الصين العظيم واتبنى بيه الكره الارضيه كلها اولها واخرها. وطبعا لازم برضو الناس يبقى عارفين
كل انواع الماجمنت دي. ده في ماجمنت باي لاف من بقى له اكتر من 20 سنه دلوقتي، يعني الاداره بالحب، ودي موجوده في اليابان وغير اليابان وفي الصين، خلي بالنا يعني ده مش كلام بيتقال كده، لا ده حقيقه. agreeing to additional working areas obtained by the contractor. يبقى انا كمالك كاستشاري برضه لازم ايه؟ يا اوافق يا ارفض اي اديشنال ورك، يعني ممكن المالك عايز يدي للمقاول شغل في اريا جديده. خلاص؟ يبقى انا كاستشاري او كمهندس المشروع، يعني هو الشاري والمهندس يعني هو المشرف. ده كل ده بنتكلم عن ادمنستريشن، يعني اللي بيدير المشروع من طرف المهندس. خلاص؟ بيعمل ايه بقى؟ لازم يوافق او ما فيش على الاديشنال ورك. هو لازم يبقى دي اكوردنج تو ايه؟ تو كونتراكت، اكوردنج تو ايه؟ تو بادجت، اكوردنج تو كواليتي. لازم يبقى الموافقه تبقى قايمه على اساس علمي مش صحوبيه يعني. issue instructions for dealing with fossils, coins, articles of value or antiquities, and structure and other remains or item of geological or archaeological interest found in the site. لو انا بحفر في سايت، دي بتحصل كتير للاسف كتير يعني. اسكندريه هنا بالذات برضه في ناس كتير قوي، او في حتت برضه في الصعيد في مناطق كتير يحفروا يلاقوا حاجات اثار ولا بتاع، يروحوا ايه؟ خابطينها مدارينها سارقينها رادمين عليها، وهم بقى مش تمام صبوا عليها خرسانه، هم ناس مخهم ضيق. انما يعني لازم يبقى في نوع من الامانه، ويبقى ان انا يعني ايه في حفريات، لو في اي حاجات قديمه او اخره ابقى امين، وابقى يعني ايه الاستشاري يعني هدي انستراكشنز ازاي يشتغل مع ايه مع الحاجات دي لو قابل حاجات ذات قيمه تاريخيه او ذات قيمه يعني ايه الثقافيه يعني. وما يعني ما تسيبش الامور كده وخلاص، يلا اردم عليها بسرعه وفي عليها بسرعه عشان المشروع هيقف، ما يقف. انما انت ممكن تكون يعني قبلك حاجه. المهم issue instructions to the contractor to employ nominate subcontractors if required. يعني كل مكان مالي مش شويه. بنيجي تعاملات من اول نوظف مقاولين معينين اللي كنا بنقول عليه، ان اي حد بيبقى فيه ايه؟ nominate subcontractors او nominated suppliers. خلي بالك ممكن نقول يعني انا اونر وبشتغل في الريل استيت وعندي ناس كتير جدا، عندي ناس اشتغل معايا قبل كده كهرباء ميكانيكا الكتروميكانيكال خرسانات كل حاجه، وعندي سبلايرز لحاجات كثيره بنفس القصه اشتغلوا معايا وكل حاجه. فانا في العقود بتاعتي مخلي الاستشاري بتاعي يحط الايه؟ نفس الناس دول اللي مشتغلوا معايا وعارفهم وعارفيني، ودي بتبقى يعني ايه؟ مكسب كبير. طيب issue instructions to the contractor to employ no more contractors required. Ensure that the contractor takes all reasonable steps to maintain the health and safety of the contractor personnel. في اللي هو اللي بيسموه الايه؟ ال HSSE plan. The health, safety, security and environment plan. Environment تكلمنا عليه، هنا هو بدأ بيتكلم على ايه؟ على health and safety plan. يعني أي موقع المفروض إن فيه ايه؟ يعني اللي ماسك السيفتي يبقى ماسك كل الأربع حاجات دي. HSSE. خلاص؟ دي طبعا عادة بيبقى الكي اي كيو سي، في لو احنا بنتكلم على سيستمز يعني عموما بيبقى الايه؟ بيبقى كيو اتش اس اس اي بلان، يعني بيبقى واحد يعني. هو ده الحاجات دي كلها بتبقى سيستمز موجوده وبلانز معموله، فبيبقى واحد متخصص ازاي يعرف يعمل بروسيسز، يعرف البروسيدرز ازاي يطبقها، ازاي يتابعها، ازاي يعمل اوديتنج عليها، فبتبقى مع بعض وينزل من تحت ايده اللي هو الايه ال كيو اي كيو سي مانجر والايه والاتش اس اي مانجر. خلاص؟ ساعات في مشروعات ممكن يبقى الهيلث لوحده، خلي بالك تبع حجم المشروع يعني. طيب شو الكونتراكتور تيكس اور ريزونبل ستيبس تو مينتين ذا هيلث اند سيفتي اوف ذا كونتراكتورز بيرسونال. ما حدش يقول تقول له البس الخوذه بتاعتك والسيفتي هارنس بتاعك السيفتي والسيفتي هارنس وانت مثلا مبيض ولا متعلق في السقف ولا بتاع، يقول لك ده بيخنقني
ده انا مش قادر، انا مش عامل زي ناس كتير برضه تقول لهم مش لابسين الكمامه ليه؟ يقول لك يا اصل بتخنقني، تخنقك ولا مش مهم. يعني في كالتشر كده مش مظبوطه. فلازم دي ايه، المهندس اللي هو مسؤول عن الموقع بيبقى ايه، بي ابلاي الكلام ده كله. ensure that the contractor provide all necessary superintendence to plan, arrange, recognize, inspect and test work. يبقى لازم ااكد بالتاكيد ان المقاول يوفر كل جهاز الاشراف، سوبرنتندنس ده جهاز الاشراف. خلاص لازم لاداره تنفيذ الاعمال في الموقع اللي هو ايه؟ البلاننج اورجنايزنج والكنترول، بلان ارينج دايركت مانج انسبكت اند تيست ورك. انشور ذات كونتراكتورز، كل ده بنتكلم على ايه؟ على الايه؟ الوظائف اداره العقود الرئيسيه اللي احنا لسه قدامنا، اللي بتاعنا المقاول تنفيذها. يعني دي المهندس اللي عينه المالك بيعمل الكلام ده كله عشان نعرف الموضوع ما هواش مش يعني هو مش هو سهل، بس الفكره ان هو ايه؟ هارد ورك. لو لازم يبقى طقم اللي بيعمله، يعني ما ينفعش واحد بس يعمل الكلام ده يقول اخ طقم، بس ايه؟ اتس كونتراكت مانجمنت سكشن. خلاص؟ شو ذا كونتراكتورز بيرسونال ار ابروبريت كواليفايد سكيلد اند اكسبيرينسد ان ذا ريسبكتيف تريدز all occupations. Also ensure that the contractor's personnel who are competent, negligent or prejudicial to safety, health or the protection of the environment. يبقى لازم موظفين المقاول مؤهلين ومعرف ذوي خبره واكفاء ومحافظين على الامن والسلامه والبيئه الموجوده ايه في الموقع. لازم، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها يعني يعتبر ان هو ايه شاب بتاع الـ الامن الصناعي جاي من بعيد يروح لابس هيلمت ويروح لابس النظاره السيفت بتاعته او لا. الكلام ده لازم يبقى فيه كالتشر ان بحافظ على نفسي. وبعدين برضه كمان بنقوله وهنفضل نقوله ان وبنقوله لاصحاب الشركات وبنقوله للمؤدين المشاريع، الموقع اللي السيفتي مظبوطه فيه والانفايرمنت موجوده فيه معدلاته بتعلى، الكوست بيقل ومعدلاته بتعلى، لان انا لما ببقى سيف في مكان لو انا يعني احنا برضو درسنا يعني هاو تو بريبير ذا سايت، احنا السايت اللي احنا عملناه بتاع از اكزامبل الكليه اللي كنا عملناها في جنوب السعوديه، وقلنا هنعمل ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. لما انا ماشي في موقع ومنظم ومظبوط وسيف، الانتاج بتاعي هيبقى اعلى اي حته ثانيه. والكلام ده في ناس كتير ما بتبقاش واخده بالها منه. وبرضه انا حكيت قبل كده برضه لك، انا كنت في مؤتمر في الثمانينات من القرن الماضي يعني، وواحد مهندس فرنسي ما بقول له الكلمه دي، بقول له ان يعني if you apply the HSSE on site the proper way the rates يعني it's better production it's better everything is better. قصدي كده علاقه برودكشن بالاتش اس اي. لا if you are safe. يعني انا لو انا مبيض محاره خلاص واقف على كرادل كده حلوه كده طالعه ونازله اوتوماتيك كده بالكهرباء، واقف ومعلق الشيفت عرس بتاعي ومربوط في نقطه ثابته، اما اجي انتج على واجهه مثلا في ارتفاع مثلا 20 25 مش 20 25 6 7 متر او معارض 6 7 متر، لو انا في حاله سيف لو انا بنتج كل يوم 20 متر في الحاله الطبيعيه هنتج 30 وانا سيف. خلاص لو انا ماشي في سايت كل حاجه في مكانها والطريق فاضي ونظيف وما فيهوش حته حديد هنا وخرسانه والكلام ده كله هنا، هتلاقي انت ماشي بسرعه عاديه وماشي بشكل هادي، وهتلاقي نفسك ان انت الحركه بتاعتك سريعه على نفسك انتاجك احسن. فتطبيق ال اتش اس اي في السايت ده سان انفستمنت، ده استثمار. الكواليتي نفس القصه، وكلنا قلنا على كده يا اخوانا كل اللي احنا بنعمله ان احنا مش قصه برضو ان احنا بنستعرض ان احنا عندنا معلومات او ان احنا حتى عندنا كالتشر، لا احنا لازم نبقى فاهمين ان الكلام ده كلام حقيقي. ان انا لو انا الكواليتي بتاعتي لو تي اتش بتاعتي مظبوطه الاتش اس اي بتاعتي مظبوطه انا رول انفستمنت للبروجكت بتاعي.
لان كيس واحده، فاتاليتي كيس، حد مات في الموقع، فلوس المشروع لو هو بتريليونات ما تكفيش روح الواحد اللي مات ده وساب وراه ناس كده ولا كده. ادي واحد. الكواليتي، في الكوست اوف باد كواليتي، لو انا بنيت زي كنت احكي لكم عنه، ان شركه وكانت شركه اوروبيه خلاص، والراجل بعد ما خلص الرئيس ما عجبنيش اسم الشركه، ان اولاد قال لهم هدوها. دي كيس هنا في مصر. Ensure the contracts personnel are appropriately qualified, skilled, and experienced in respective trades. The contracts personnel were incompetent, negligent, etc. يبقى برضه الاستشاري بيأكد وبيتأكد ان العمالة اللي موجودة، الصنايعية اللي موجودين دول محترفين. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك ده انا نجار. طيب تاني يوم الاقيه بيعمل حداد، واللي هو انا حداد. في اليوم التاني يقول لا ده انا مبيض. المقصد بقى ايه؟ هي كيس واحده بس حقيقه وكانوا فعلا يعني عملوا كل حاجه. شركه كانت برتغالي وبتشتغل معانا هنا. الشباب اللي هم الطقم اللي جه الفرقه من الحفر لغايه التشطيبات كانوا شغالينها، وشغالينها كويس قوي متدربين على كده وواخدين على كده وبهدوء وبدون عوجان وبدون دوشه وبدون اي حاجه وزي الفل. Accept, review, verify, and maintain returns for deployment of the contract personnel and equipment. اللي هو ايه الموافقة والمراجعة؟ يعني الموافقة والمراجعة والتحقق والمحافظة على استخدام المقاول للأفراد والمعدات. Ensure that the contractor executes the works and provides materials and plants in compliance with the contract in accordance with the recognized good practices. تأكد أن المقاول بينفذ الأعمال وبيوفر المواد والمعدات وفقا للعقد وأفضل الممارسات. 30 grant prior consent for materials which are to be used in the works. يعني بعتمد المواد قبل استخدامها في الاعمال. ما اجيش قبل ما استخدمها اقول لا دي صح لا دي غلط، اعمل كله مش مظبوط. طيب في حد تعبان؟ باشمهندس محمد، باشمهندس محمد احنا وصلنا لايه؟ انا مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. 9:30 الناس مستحملة يا باشمهندس محمد؟ باشمهندس محمد مش معانا؟ أيوة يا دكتور. الناس أخبارها إيه؟ نريح شوية؟ محدش كتب في الشات، يعني هل الناس عايزة بريك أو لا يا جماعة؟ نريح شوية؟ نكتب في البريك. هقول لك يا ريت، يا ريت بس يبقى في صدى، يعني نسمع، لأن هو الموضوع يعني ايه مهم ومعروف، يعني كل اللي اشتغل بكده او سمع حتى على شغل موجود يعني. ف جزاكم الله خيرا يا حبيبي باشمهندس، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يعني ما تفضلوش انكم تاخدوا نص 5 دقائق 10 دقائق ولا حاجه. نكمل. هو يعني اصل الكلام، على فكره الكلام ده على فكره كله مطبق، يعني احنا كل اللي هنا الموجود هنا معانا ايه؟ ان احنا انه محطوط منظم يعني على بعضه، محطوط ده يعني 1 2 3 4 5، انما كل اللي بنقوله ده معروف للناس كلها، يعني اي حد اشتغل عارف هذا الكلام. ماشي الحال؟ طب في حد عنده سؤال؟ في حد عنده استفسار؟ طيب ماشي. طيب اللي هو الفروت باك هانج اوت اكزامينيشن، احنا فين؟ وصلنا لفين؟ لا جي احنا خلصنا. اتس اوكي. نمبر 31 ensure the quality of works by carrying out examination, inspection or testing of any works and reject any plant, material or workmanship is defective or otherwise not complying with the contract. يعني بأؤكد الكواليتي اللي هي جودة الشغل بإيه؟ بإن أنا بعمل بختبر وبكشف على وأعمل تيستنج لأي شغل، وأرفض أي بلانت، أي يعني معدة موجودة أو أي ماتيريال أو أي ورك مان شيب، يعني أي
اي مصنعيه مش كويسه لازم احضر هذا الكلام اول باول. Which is defective or otherwise not complying with the contract. يعني اي حاجه مش مطابقه للكونتراكت ودفكتيف يبقى هنا ايه؟ لازم اتاكد ان هي ماشيه مظبوط، ما فيش حاجه، ما فيش ديفكتس مش موجوده. Instruct the contractor to remove and replace, re-execute any, replace and re-execute any plant, materials or works which is not according to the contract. بيدي تعليمات للمقاول لازاله واستبدال ايه؟ او اعاده تنفيذ اي حاجه، اي حاجه، اي بلانت، بلانت اللي هي معده، هنا مطلوبه مصنع بس ده مش صح يعني، او مواد او اي حاجه غير مطابقه ما تبقاش موجوده. خلاص؟ grant extension of time for completion upon evaluation of a claim for delays suffered due to an event for which the contractor is not responsible. Subject to contractor's timely notification and prior approval of the employer is if specified under the contract. الموافقة على مدى الوقت اللازم لإنجاز الأعمال في حل طلب المقاول، وذلك بسبب أي حدث خارج عن إرادة المقاول وغير المسؤول عنه. يعني إذا حصل إن في أي سبب جت هوا، ريح جامد، جت زلزال، جاء أي حاجة بس مؤقته يعني، مش الحاجات اللي هي توقف الشغل او توقف بتاع يعني، مش فورس ماجور يعني. يعني حصل نوع من انواع عربيه لوري مثلا خبطت في الموقع في حاجه معينه كانت بتتبنى او عملتها يعني، اي حاجه حصل في الموقع ارتفعت حاجه في الموقع مش غلطه المقاول، فيعني ايه لازم اديله ايه؟ كرانت اكستنشن اوف تايم، اديله اكستنشن اوف تايم مفيش اي مشكله خالص، وما يمنعش ابدا برضه لو حاجه ما هياش موجوده من ضمن المسؤوليات او حاجه ان يتحملها المالك، يقعدوا مع بعض يتحملوها مع بعض، يبقى في نوع من الايه؟ وده ده ده على فكره ده التيم بيلدينج، وده دايما المسؤول عنه يا اما البي ام او بتاع المشروع كله على بعضه من فوق، يا اما صاحب الشغل نفسه الاصلي اللي هو الكلاينت نفسه. Instruct suspension of the progress of part of all of the works. إصدار تعليمات بتعليق سير العمل في جزء أو كل من الأعمال. اللي هو الاستشاري اللي هو المهندس اللي هو اللي اشتغل دي وظائف أداء الحقوق الرئيسية، المهندس لازم ينفذ اللي هي إيه؟ يدي تعليمات لو في أي حتة الشغل فيها مش تمام أو حتى المشروع كله مش تمام، يقدر إن هو إيه؟ يوقف الكلام ده. طيب. Give permission to proceed after suspension of works. يعني بعد ما الشغل توقف او تعلق او الى اخره، وراح السبب خلاص بتاع وقف العمل، يبقى بيدي ايه؟ بدي امر باستئناف الاعمال على طول يعني، ما انجلوش بقى. خلاص؟ طيب. نرفض اللي هنا لسه 49 ماشي. طيب instruct the contractor of the date or days on which tests on completion be carried out. لازم المقاول لازم يخطر بالتاريخ او التواريخ لعمل تجارب ايه؟ التجارب عشان التسليم يعني، تقول له استكمال المشروع يعني. Review the results of the test on completion and instruct the testing if the works or a section fail to pass the test on completion. يعني دي بقى ايه؟ هو الموضوع مشي بالتدريج يعني، في الاول كان بيعمل ايه؟ دلوقتي احنا بنتكلم على الايه؟ على الهاندنج اوفر، ايه دور المهندس فيه؟ يراجع هنا النتائج بتاعت التست on completion ويستركت اللي هي ريتستنج، وادي تعليمات ان نعمل تيست تاني للشغل او لو الايه؟ لو التيست الاولاني ما نفعش. Issue taking over certificate to the contractor stating the date on which the work section were completed in accordance with the contract except for certain minor outstanding works and defects. Which will not substantially affect the use of the works section for the intended purpose or reject the issuing of taking over certificate giving reasons
specifying the work required to be done as contractor to enable the taking over certificate to be issued. هنا بيقول اصدار شهاده التسليم الابتدائي موضحا فيها تواريخ انتهاء الاعمال طبقا للعقد باستثناء بعض الاعمال والعيوب البسيطه التي لا تمنع استلام الاعمال واستخدام المال. يعني لو انا السناج ليست السناج ليست في الاخر مفيش حاجه تاثر على استخدام المبنى كان حته دهان حته مش عارف ايه حته ظبط حته مفتاح معمول حته مش الكلام ده كله والى اخره ماشي يبقى انا ايه بقى بعمل تيكينج اوفر سيرتيفيكت وايه بوطل النقط دي بحيث ان يعني ايه مش هيصرف مستخلصه ولا هيعمل حاجه الا لما ايه يصلح هذا الكلام في المده اللي هو ايه بالابعاد يعني ده ايه هات وخد يعني. ااا أه ما هو استخدام المبنى او رفض اصدار شهاده الاستلام مع ذكر جميع الاسباب وتحديد الاعمال المطلوبه لانهاء محطته للاستلام. لو الـ لو الـ لو الـ لو النقط بقى والسناكس تعطل او 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 خطر او او الى اخره يبقى ايه؟ بيرفض اصدار شهاده الاستلام ويقول والله دي الاسباب كذا 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 وله حق في كده يعني احنا ما حدش يلوم يعني هتقول معلش حرام وحلال نقول له ما ينفعش يعني احنا بنتكلم يعني على المطلق ان يعني ايه في رحمه بس ما فيش ما فيش تجاوز يعني ما بقاش واحد عمل حاجه غلط واستلم منه على انها صح ماشي الحال؟ طيب instruct the contractor to complete any outstanding work remaining at the time of issuing the taking over certificate in a reasonable time. تكليف المقاول باتمام اي اعمال معلقه بتقضي وقت اصدار شهاده الاستلام في غضون فتره مع لما هي معقوله. يعني احنا عملنا بعد استلام الموقع او تسليم الموقع يعني في الهاندنج اوفر وفي سناجز سناج ليست خلاص يبقى انا ايه ما بقولوش بقى اقعد سنه اعملها ولا 3 اشهر ولا 6 اشهر لا يبقى مده معينه يركز عليها ويخلص ما خلصش يبقى عليه بنالتي خلي بالنا خلي بالنا خلي بالنا خلاص يعني مش تسيب او ان انا مضيت له على البتاع ده ان انا مش ماسكه لا هو ما بيعمل كده بس 50% بس من مستحقاته ماشي الحال وبعدين يعني لما يخلص بياخد 50% تاني ده نوع من الايه ده البراكتس يعني طيب notify the contractor on behalf of the employer to remedy any defect or damage within the defective notification. اختار مقاول او صاحب العمل لاصلاح اي عيب او ضرر خلال فتره الاختبار بالعلم. طيب notify the contractor promptly on behalf of the employer if remedying of any defect or damage is not attributable to the contractor. And المقاول بيختاره هو هنا الاستشاري واخد الدور بتاع مين؟ صاحب العمل. اذا كان اصلاح اي عيب او ضرر مش ناتج عن المقاول يبقى ايه؟ يبقى يعني يبقى ما فيش مشكله فيه يعني. بيعرف اذا في الملك اوف اني دام في اصلاح اكتيفيتي ذا كونتراكت. خلاص؟ اجري فور ديتيرمين ريزابل ريدكشن ان ذا كونتراكت برايس وان ذا كونتراكت فيل تو ريميدي any defect or damage by the notified date. يعني بعمل ريدكشن يعني في نسبه هو ليه بعمل ريدكشن ده انا شفت الشاريين بيفتروا ممكن يشيل 30% و40% و50% يعني المفروض يفتروا بيشيل 1% 2% 3% اللي هو الشغل اللي هو الديفكت اللي يعني خلاص انما هيروح شايل يعني طبعا دي يعني نوايا بقى نوايا طيب notify the contractor within 28 days after the defect or damage is remedied. Repeat of any test described in the contract if there is any doubt regarding the performance of the يعني ببلغ المقاول في خلال 28 يوم بعد ما تصلح الديفكت او الدمج خلاص وبعيد تجارب تاني خلاص وبعدين ايه؟ لو في شك ان doubt regarding the performance of the work يبقى لازم ايه بعيد تاني ايه؟ اصلاح الخلل والضرر ماشي واستلمه تاني مش خلصت خلصت لا direct the contractor to search for the cause of any defect لو جه المقاول لبحث عن اي سبب الخلل
issue the performance certificate to the contractor within 28 days after the latest of the expiry days of the defects notification periods when the contractor fulfills all his obligations in accordance to the contract. بيقص شهاده الاداء تكون 28 من اخر تاريخ انتهاء الصلاحيه في الاقسام بالعيوب انا عارف القاضي ميز ما توفق العقد. يعني احنا قلنا للمقاول انت مثلا تخلص السناج ليست مثلا في 15 يوم خلص في خلال 15 يوم يبقى انا يعني ايه هو من حقك 28 يوم تبقى سدد تبقى او تبقى العقد او الاخر لكن طالما هو خلص انا طلع شفت لقيت الدين الشكي خلاص وشيكت ما فيش شك في حاجه كله تمام 100% لا يمنع ان انا اكون محترم وان انا اكون يعني متجاوب وان انا اخد الايه؟ البرفورمانس سيرتيفيكت بتاعتي. Notify the contractor when any party, any part of the works are to be measured. لازم اختار المقاول عند قياس اي جزء من الاعمال، يعني لو في اعمال بتتقاس لازم الايه؟ المقاول يكون موجود، يعني بقيس عشان كوانتيتي علشان تشيكينج على دايمنشن تشيكينج على اي حاجه لازم يبقى الايه؟ المقاول يبقى ايه؟ عارف اقران يعني. Agree or determine the contract price by evaluating each item of work. الموافقة على موافقة تعيين سعر العقد من خلال تقييم كل بند من بنود الايه؟ العقد. Derive new rates or prices in accordance with the contract and يعني تحديد معدلات او اسعار جديدة طبقا للعقد. يعني لو انا في بنود جديدة طلعت عندي حاجات تصلحنا حاجه يعني ما كانش سبب فيها المقاول يبقى انا يعني ايه ما 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 اخافش ما اتكسفش او ما اتحركش لان هو اي عقد يبقى في كونتينجنسيز اللي هي ايه؟ اللي هي الـ 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 اللي هي المبلغ اللي هو بيسموه المبلغ كونتينجنسي اللي هي اللهم صل على بشير النذير المبلغ الاحتياطي احتياطي الكونتينجنسي خلاص؟ طيب ندخل بقى على نقطه غريبه الشكل هي لسه بس احنا لسه وظائف اداره الحقوق الاساسيه في 2006 هنا النقطه 49 دي طويله شويه يعني واخد لها كده لوحدها كم صفحه يعني اوكي واخده تكليف المقاول بتنفيذ اي اعمال يشترط the contract to execute any works and or purchase any plant material or services under provisional terms. انا كاستشاري حقي ان انا ادي امر للمقاول to execute any works ان هو يعمل اي شغل او يشتري اي معده او خامات او خدمات under provisional terms كنا بنتكلم عليها دلوقتي اليوم بقى اللي هي المبالغ الاحتياطيه البروفيجنال terms. اوكي حالات ايه بقى يعني دي نقطه ال 49 اللي هي ايه عشان دي اعتقد دي اخر نقطه هشوف اعتقد ايه دي اخر نقطه تمام دي اخر نقطه فيعني ايه يعني امتى الاستشاري يقدر يدي اوردر للمقاول ان هو يعمل يعمل يشتري او يعمل شغل او الى اخره او بايه بالبروفيجنال سامز اللي هي الايه المبالغ الاحتياطيه Number A, instruct the contractors to execute any variation involving work of a minor or incidental nature on their work basis. يعني تكليف المقاول بتنفيذ أي أعمال أو شراء أي معدات أو مواد وخدمات مقابل المبالغ الإيه؟ الاحتياطية. Okay. Review the daily work record statements submitted by the contractor and certify if they are correct. هنا راجع الدي ورك ريكوردز اللي هي المفروض تقرير يومية يعني تقرير وسجلات العمل اليوميه للمقاول واعتمادها. سيرتيفاي فور بيمنت تو ذا كونتراكتور ذا فيرست هاف اوف ذا ريتنشن ماني احنا كنا بنقول عليه من شويه ان انت ما دام استلمت وعندك سناكس والسناكس دي ما بتعوقش العمل هو الى اخره يبقى انا بدي اوردر على طول بايه؟ سيرتيفاي فور بيمنت فور ذا كونتراكتور ذا فيرست هاف اوف ذا ريتنشن ماني الفلوس بتاعته اديله ايه 50% منها. When the taking over certificate is issued for the works. اما بعمل التكنيكال taking over certificate بروح صرف له ايه 50% على طول.
ما استناش بقى اسبوع ولا 10 ايام ولا كذا، لا. سيرتيفايد فور بيرمت، خلي بالنا هنا احنا مش بنتكلم على فيدك ولا قانون مصري ولا حاجه، هيبقى فاكرين ده السيستم اللي هو بيتطبق في جميع انواع اداره العقود في العالم، في العالم، في كوريا، في المغرب، في تركيا، في اي حته، دي مبادئ اساسيه. لو هتدخل بقى في كونتاكت معين، في فيدك بقى، في عقد انجليزي، في عقد فرنساوي، في عقد كوري، في اي عقد، هتلاقي كلام موجود فيه بصيغه، بصيغه معينه وبطريقه معينه، بس هو نفس الكلام هو هو. خلاص؟ Review the day work records statements submitted by the contractor and certify if they are correct. براجع day work records اللي هي الريكوردز اليوميه اللي هي مراجعه تقديم تاريخ العمل اليومي للمقاول واعتمادها. Certify for payment to the contractor. For payment to the contractor the first half of the retention money when it is over 35. ده اللي كنا بنقول عليه دلوقتي. Certify for payment to the contractor the second half of the retention money after the dates of the expiry dates of the defects notification period. يعني بعد ما خلص بعد ما استلم وعدت الفتره بتاعت الايه؟ النوتيفيكيشن بيريود، انا بصرف له 50% تاني. Notify the contractor through a notice to correct to remedy failure of the contractor to carry out any obligation under the contract within a specified reasonable time. اللي هو دي ايه بقى؟ اعتماد صرف المقاول نصف الثاني، اختار المقاول او notify the contractor through a notice to correct. اللي هو ايه؟ اختار المقابل الموجب اختار بالتصحيح لمعالجة فشل المقاول في تنفيذ الالتزام. خلاص؟ يعني في المقاول ما يعني فشل في تنفيذ الالتزام، يبقى انا بعمل له ايه؟ نوتس ايه؟ اختار بالتصحيح. نوتس تو كوركت. طيب ريفيو از بيلت دوكيومنتس اند اف ابليكابل اوبريشن اند مينتنس جايدز ار نوتيفاي ذي نوت كومبلاينج وذ ذا كونتراكت. دي الحقيقه الكلام ده احنا بنعمله من واحنا شباب، من بدري خالص، زي ما الشباب بيقولوا قد ايه عشان ما تعرفوش ان انا عجوز قوي كده. ان الاسبيلت درونز وكل الشهادات الضمان بتاعت لو انت عامل مستشفى، فندق، مصنع، اي حاجه، يبقى في شهادات ضمان، ويبقى في سند ضمان. سند الضمان دي بيبقى فيه عندك ماشينز، فبيبقى عندك ليست اوف ريكومندد سبير بارتس للسنه دي، تبقى عندك او ليست اوف سبير بارتس لما بعد السنه، بحيث ان انت اي مشكله عندك ما تقعدش تستنى بقى انك تشتري السبير بارت دي منين ولا 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 الى اخره. خلاص؟ والاسبيل دروينجز طبعا دلوقتي ان شاء الله في البيلدينج انفورميشن موديلنج اللي هو البيم، الكلام ده كله محلول بيه بشكل يعني بقى بشكل عادي، يعني ما بقتش الدنيا بقى يعني ايه زي ايام زمان يقعد تعمل المعماري تقعد يشتغل وراه يقعد يتخانقوا، لا الفتحه دي وحشه، لا ده مش عارف. لا دلوقتي البيلدنج انفورميشن موديل اللي هو البيم سيستم اللي هو الريفت بيخلي الرسومات كله بيشتغل مع بعض، ميكانيكا، كهرباء، مدني، معماري، كله بيشتغل مع بعضه، وفي الاخر يشتغلوا على موديل واحد وبيطلع الشغل بمنتهى السرعه، بيطلع الشغل ما فيهوش عيبه، يعني مش تدخل حته تلاقي انت يعني فاتح شباك بالكامل على الشارع من غير بلكونه مثلا وراه وهكذا. او مثلا يعني البيم او الريفت اللي هو اللي جوه البيم بيضمن لك تماما ان يعني انت ما عندكش اي مشكله في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ ما فيش اي فيش كونفليكت ما بين معماري وانشائي وكهرباء وميكانيكا والكلام ده، يبقى كلها ريلايبل مع بعض. Review as built documents and if applicable operation and maintenance guides and notify them not complying with the contract. يعني لازم اجي as built documents اي مستندات as built صفات رسومات او الى اخره، وايه؟ واوبريشن اند مينتنس جايدز لازم، كل مكان عندك، كل ماشين عندك، كل حاجه عندك، لا اوبريشن اند مينتنس مانوال، تشغيلها ازاي والناس بتاعتها ازاي والى اخره. وايه؟ والكلام ده مش كلام خيالي، الكلام ده من الواقع. الكلام ده انا قلت قبل كده، احنا بنتكلم على واقع اللي ما قابلوه، يعني طبعا الغالبيه عارفين الكلام ده من اول اخره،
انما ما فيش حد يعتقد ان نقول ان لا ده كلام بقى ما بيحصلش وكلام اخر، يعني هو مثلا كان الخبره اللي فاتت ما كانش مع ناس يعني يقوم من فوق قوي. خلاص طيب كونتر اسبيريشن انفولز كذا كذا كذا، النقطه 49 هي لسه فيها. طيب اجري اور ديتيرمين، احنا فين؟ طيب agree and or determine the value of the value at termination when the employer terminates the contract due to default of the contract. The value at termination لازم نحدد ال value of termination اللي هي ايه؟ قيمة العقد. طيب لو اعتماد او تحديد قيمه العقد اذا انا صاحب العمل التعاقد بسبب تقصير مقاول، يعني اذا خلص اذا صاحب الشغل يعني من حقه ان هو تيرمينيتنج العقد، المقاول مش قادر يشتغل خلاص، يعني هو المقاول اقر بكده خلاص، يبقى بين العقد بتاعه بيحاسبه على اللي عمله خلاص. فالمهم يبقى ايه تحقيق قيمه العقد اذا انا صاحب العمل التعاقد بسبب تقصير المقاول. وبرضه يعني برضه اي استشاري، احنا برضه احنا كلنا يعني اللي اشتغلنا في كل البليس، اشتغلنا في ك ك ك ك ك كاونر، واشتغلنا كاستشاري، واشتغلنا كمقاول، فايه عارفين احساس كل واحد لما بيتظلم من حد تاني يعني. فالمهم فاي استشاري اي نعم انت بتقبض من المالك، لكن ما تظلمش مقاول بيشتغل معاك، ما تظلمش مورد بيشتغل معاك، ما تظلمش اي حد، وتعتقد ان دي مصلحه المقاول او ان انت بتدي له جميله بقى ان هو شغالك او ان هو ادى لك فلوس زياده او الى اخره، لان انت اللي هتشيل الذنب مش هو، وتبقى فير، ومحدش يعتقد ان في اي حاجه غلط او حرام تستمر او بترفع صاحبها يعني. طيب determine the value of the work done and issue a payment certificates when the contract is terminated due to force majeure. يعني لو في force majeure حصل، الفورس ماجور دي اللي هي القوة الايه؟ الفورس ماجور اللي هي القوة، القوة يسموه ايه؟ هي كلمة فرنسية يعني. فورس ماجور اللي هو القوة الطارئة، القوة اللي هي القصرية أو القوة القهرية، القوة القاهرة، القوة القهرية يعني. فورس ماجور. فورس ماجور اللي هي يستحيل تعمل الشغل بسببها. يستحيل. يستحيل. حصل زلزال بقى والدنيا وقعت، حصل حرب والدنيا ما وقفت، اي حاجه يعني ايه فورس ماجور يعني، اللي هي يعني فعلا تمنعك انك تشتغل. يبقى انت لو حصل فورس ماجور بتحدد determine the value of the work done and issue a payment certificate when the contract is terminated due to force majeure. يعني لو الموضوع وقف بسبب فورس ماجور يبقى انت كاستشاري لازم تبقى فيري فير، تدي كل واحد حقه، لا تجامل ده، لا تجامل اللي بيقبضك اللي هو المالك، ولا تجامل اللي بايه اللي انت بتسبب في قبضه اللي هو المال. خليك فير. مانج كليمز انكلودنج اكسبتنج كليم نوتيفيكيشن سبميتد باي ذا كونتراكتور وذين ذا تايم سبيسيفيكد ان ذا كونتراكت، انشورينج بروبر اند ادكويت كونتمبوراري ريكوردز ار ريتيند. Proper and contemporary records are maintained by the contractor and reviewing evaluated the detailed claim and supporting particulars of the basis of the claim. هنا بتدير الكليم بقى بت ايه بإدارة المطالبات، بيوفر موافقة على اختيار المطالبات المتقدمة من الأول طبقا للعقد، ضمان الاحتفاظ بجميع السجلات الكافية المقدمة من المقاول لمراجعة تقييم المطالبات. يعني أي مطالبة جاية من المقاول لازم ناخدها بشكل فير. لا بجامل المقاول ولا بجامل المالك، وكل حاجه بتتحسب بما يرضي الله، وكل واحد ياخد حقه بما يرضي الله. Review as built document and if applicable operation and maintenance guides and notify them they not comply
زي كومبلاينج وكده. بقى انا ايه براجع الاسبيل دوكيومنتس زي ما قلنا، واتاكد ان هي والاوبريشن ماتنس سبلايز كده احنا خلصنا مش كده ولا انا ايه؟ ار يو ريتيرن ذا فاليو اتنشن. اه احنا خلصنا كده بس احنا طلعنا حتى قبلها، معلش سامحوني معلش. احنا هنا كمان جبنا مانش كلين ايكول اهو، مانش كلين ايكول اكسبتنج كلين نوتيفيكيشن سبب كونتراكتور وذين ذا تايم تو جيت كونتراكت. Respond to the contractor's claim if approved with approval or with disapproval and detail comments on the principle of the claim within the time period specified in the contract. يعني ايه يعني اما الكلام اللي جاي لي ما علقوش يا وافق يا رفض، يعني مش يلا بقى انا موافق بقى ويلا بقى انا مش عارف ايه انا رافض، لا يعني اديله اهتمام واخلص وايه واوافق او ما وافقش على المطالبه وجميع تعليقاته والاسباب التفصيليه والرد على المئوي خلال الفتره الفصليه في العقد. ما تقولهاش عن الفتره الفصليه في العقد ده اضعف الايمان. طيب لسه برضه في الايه في البند 49، خلي بالك البند 49 تحت كل الكلام ده كله لسه في ثلاث نقط. طيب agree or determine any extension of the time for completion and or any additional payment for which the contract is entitled in accordance with the contract. يعني لازم بوافق او اجدد مده اضافيه لاستكمال الاعمال او اي مواصفات اضافيه مستحقه للمقاول طبقا للعقد. يبقى ما دام حاجه من حق المقاول طبقا للعقد لا اتحرك ولا اجامل ولا اعمل اي حاجه خالص. لازم ايه ياخدها. Assist the employer in dispute resolution process including adjudication amicable settlement and arbitration. And يبقى انا بامثل المقاول المالك او صاحب العمل خلاص في ايه؟ في حل المنازعات او تصفيه المنازعات اللي هي الايه؟ اللي هي dispute resolution حل المنازعات dispute resolution process في الاجراءات بتاعت تصفيه المنازعات including مشتمل على ايه؟ الادجوديكيشن الادجوديكيشن اللي هي الايه؟ التسويه الفصل وبعدين الاميكابل سيتلمنت اللي هي التسويه الوديه اميكابل يعني ودي معموله بالود بالاميكال يعني اميكال ده فرنش اميكابل دي الانج والتحكيم الاربيتريشن والتحكيم اند اسيد وين بير ان كونتراكت جوز اوت. يبقى انت ايه؟ بتساعد المال في اغلاق وانهاء المشروع. طيب ها ايه الاخبار معانا؟ بهوات ايه الاخبار؟ ماشي الحال؟ ولا حد عايز يرتاح ولا ايه رايكم؟ هو انا كل مره بقول ان انا هنشتغل ساعه ساعه ونص وناخد راحه بس انا ايه اخباركم يا حضرات؟ ها حد فايق وصاحي وكده ويقول لنا ايه الاخبار؟ حضرات الافاضل انا ما عنديش مشكله على فكره بس انتوا اخباركم ايه؟ 100 100 ما شاء الله عليك باشمهندس محمد زيدان ها وبقيه الزملاء بقيه الزملاء عايز رد عايز يرد بقى على الشات عايز كله يرد عليا على الشات يقول لي ماشي الحال لان يعني المره اللي فاتت كان في كده شكوى فاحنا هنا في الايه الكونتراكت ادمنستريشن في ايه اللي هو ال 18 مهمه اللي بيقوم بيها المهندس برضه خلينا ايه الاخبار ها انا عايز كل الموجودين معانا يرد عليا دلوقتي كله يعني الباقي مش موجودين معانا ولا ايه؟ ايه رايكم؟ شمس محمد ايوه يا دكتور انا عايز كل الموجودين معانا يبعتوا موافقه يبعتوا ضحكه يبعتوا زعله يبعتوا نكته يعني انا عايز يعني اشوف دلوقتي الناس الموجودين معانا كلهم باشمهندس سعيد مبروك تو ايفري ون جزاكم الله خيرا يا ريت نتفق اليوم ايه رايكم؟
ممكن قوي قوي، انا ما عنديش اي مشكله خالص، مش اي مشكله، مش اي مشكله، انا ما عنديش اي مشكله. احنا فاضل لنا يعني 20 سلايد لسه، وممكن برضه والمره الجايه ما عنديش اي مشكله خالص. يعني الكورس ده هنخلصه 17، فاضل لنا 18، فاضل لنا ثلاث محاضرات، ويبقى كملنا ال 20 ال 20 ال 20 واحده. ايه رايكم بهوات بقيه الناس؟ ها احنا 25 واحد، انا عادي 25 واحد رد من كل واحد فيه. ها نخلي المره الجايه باشمهندس احمد شراره فرق التوقيت السعوديه نكتفي. طيب انا عايز الرد الباقي، الباقي الباقي يرد، الباقي يرد معانا نكتفي. حلو اللي بيضحك كويس قوي. نكتفي اليوم مجدي احمد بدران، دي بدران بدران دول اهلنا. عيد مبروك تو ايفري ون هو كان سي ومسج ريكوردينج اون ايه بقى از اون سو اكونت اونر اند ايفري ون ان ذا ميتنج كان سي اند سيف مسج سنت فور ايفري ون. شكرا معلش انا يعني اول مره اشوف الرساله دي. حضرات عايز اسمع، اسمع واحد واحد يقول لي سكي محمد فهمي سكي. ها ايه يا باشمهندس محمد نكتفي كده النهارده مش خاطر الاخوه السعوديين نكتفي؟ حال ده احنا علينا علشان مش مشكله يا دكتور، لو حضرتك حابب تكتفي كده النهارده مش مشكله. لا ما فيش مشكله، لا انا ما انا ما يعني احنا الحاجات دي ما بتتعبناش انتوا فخلاص سكي خلاص. انا طبعا جزاكم الله خيرا. الغالبيه يعني احنا كده اتس اوكي. احنا عشان هقف هنا بقى، انا هسجل هنا اهو. احنا النهارده 19. روماني باشمهندس روماني، باشمهندس روماني اهلا بيك، باشمهندس روماني اهلا بيك. ها كان حاضر على البث المباشر، لسه تلاقي النت لسه راجع دلوقتي. باشمهندس روماني اهلا بيك، باشمهندس روماني وحشنا كتير. طيب انا هعلم عليها دلوقتي ان دي ان شاء الله 19 و7، يعني احنا يوم 26/9/2021. وان شاء الله اللقاء الجاي هننهي فيه باذن الله تعالى الـ 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 الجزء بتاع الايه؟ المانجنج مانجنج الكونتراكت مانجمنت. هنشوف بقى احنا هنقدر ان احنا انا نفسي بصراحه ناخد بقى حد، يعني حد من الناس الناس بتوعها. احنا قلنا هيعمل كل واحد هيعمل برزنتيشن، ونخلي بالنا البرزنتيشن انت هتاخد شهادتك عملت برزنتيشن، وان انت اذا عملت اذا رحت تم امتحان اي بي ام اي او في اي جهه بروجكت مانجمنت، انت بتعمل ريبورت وبتعمل برزنتيشن وبتقعد في وسط ناس يعني شباب يعني اصغر 21 بقى 5 و5. روماني حبيب قلبي، ازيك يا روماني؟ وحشنا يا روماني. طيب هل حد دي احنا بقى بره الموضوع خلاص، احنا بنشكركم طبعا وخلاص وقفنا هنا عند ال عند السلايد 43 وان شاء الله هنبتدي المره الجايه. طيب انا عايز بقى حد يقول لي انه جاهز. كان في باشمهندس المره اللي قبل اللي فاتت قال احنا هبتدي اعمل برزنتيشن، هل موجود معانا؟ هل حد تاني جاهز للموضوع ده؟ على فكره انا مش عايز حد يتخض من الموضوع ده يا اخوانا، بس ولا حد هيعمله لوحده، هنعمله مع بعض. انا عايز بس احس ان 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 ان, إن يعني ايه ان الموضوع بيتكامل معانا مره مره مره. طيب حضرات الافاضل شمس روماني ممكن تفتح المايكات يا شمس محمد؟ شمس محمد باشمهندس روماني ما عندوش مايك. ليه يا حبيبي؟ باشمهندس روماني المايك عنده مش شغال للاسف. مش شغال. طب وبقيه الناس؟ انا عايز اعرف بس هل في ما يمنع، هل في مانع عند الناس؟ انا عايز كل واحد يرد عليا او ابعت
يعني ممكن تعمل لهم شيت. انا فتحت المايكات للناس كلها. طيب السلام عليكم حضرات، قاعدين نسمع الناس بقى واحد واحد كده، يقول لنا هل هو جاهز يعمل يعني ارفع ايد، شوف يقول هل في عنده مشكله او مانع ان هو يعمل لنا برزنتيشن كده 10 دقائق ربع ساعه في اي موضوع هو شايفه، اي موضوع انا مش هختار المواضيع. فضل طبعا يكون مشروع عمله او فانكشن او مانج حاجه، وعمل يعمل ريبورت ولا برزنتيشن بيه، وهنسمعه وهنبقى سعداء جدا ان نسمعه. حضرات ها استاذ احمد عبد العزيز معانا؟ باشمهندسين مهندس احمد حسام طبعا، ها مين بعد كده؟ ايوه هو احنا بنخوف قوي كده حضرات ولا ايه؟ ولا مكسوفين ولا محتاجين ولا ايه؟ ها ناس عديكم بقى يعني حد يتقدم ويتكلم. السلام عليكم. مين بيتكلم؟ السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. مهندس مجاهد، مصطفى مجاهد مع حضرتك. مجاهد، مصطفى مجاهد، أنت منين يا مصطفى باشا؟ مجاهد باشا. أنا من السويس حضرتك. أهلا بيك يا حبيبي، عيلة مجاهد دي عيلة كبيرة أوي يعني ماشية في مصر كلها، أهلا بيك يا حبيبي. الله أهلا بشمهندس مجاهد. الله يكرمك. أهلا بيك. أهلا بيك. هو أنا مهندس انسترومنتيشن أند كنترول. طيب ممتاز. وحاليًا تيم ليدر فور انسترومنتيشن أند كنترول لمشروع في الريفاينري في شركة السويس تصنيع البترول. ممتاز. انا متحمس جدا يعني لموضوع البرزنتيشن ده. ممتاز. بس انا بجهز فيه بالفعل، لكن المشروع في حد ذاته مش سايب لي وقت يعني كتير ان انا اشتغل على البرزنتيشن، بس ان شاء الله انا مصمم ان شاء الله يعني اعمله من خلال الفتره اللي فاتت. احنا دلوقتي في فيز الانجينيرنج، يعني مشروع ضخم جدا. يعتبر مصفاه يعني كامله، يعني يعتبر يعني في السويس. السويس في السويس. ده طبعا داخل فيه شركات. نعم. داخل فيه شركات ايه؟ داخل فيه شركات كبيرة وبتمويل من البنك الأوروبي. عندك مين؟ طبعا تكنيل. المقاول العام بتاعك. نعم. لا عندي بيكتل واكسنس. بيكتل؟ ممتاز. بيكتل واكسنس دول لايسنسورز للبلانتس اللي عندي. ممتاز ممتاز ممتاز. انت عندك لعبه جود سيستم ده. نعم. انت عندك بيكتل اللي عامله سيستم كويس قوي، يعني بيكتل دي يعني تعتبر الديزاينر بتاع البروسيس. بيكتل ديزاينر للبروسيس؟ وبتدي اللايسنس يعني بتاعته. احنا كوكر بلانت. طب مين اللي ماسك البروجكت مانجمنت بتاع البروجكت؟ مبدئيا ام بي ام بي ام بي ام بي كاونر، مش كده؟ السويس لتصنيع البترول كاونر. ام بي كمقاول عام، بس عقدها معانا يعني جنرال مانجمنت. جنرال بروجكت مانجمنت يعني. بالظبط. ومعانا استشاري انتكسا اسبانيه. استشاري للمشروع وللبنك في نفس الوقت، يعني البنك الدولي، البنك الاوروبي. ممتاز ممتاز ممتاز. ومعانا برضو شركه زي ابروم، تعتبر زي كونسلتنت لينا. ايوه ممتاز، يعني ده اتس جود بروجكت يعني. طب انت حضرت معانا كل يعتبر ميجا بروجكت. ده ممتاز. كم مليار ولا كم مليون؟ كم مليون؟ يعني بنتكلم فوق ال 25 مليار. اوبا اوبا اوبا. لان طيب. هو مش جاست بلانت، هو كومبلكس بمعنى صح؟ في كذا بلانت. ده ممتاز. انت حضرت معانا كتير يا باشمهندس؟ حضرت بالكامل من اول فيز 1.
والله ما شاء الله. طب انت شايف ايه؟ يعني ايه اللي ممكن نعدله، ايه اللي ممكن نضيفه؟ على فكره كلمني بمنتهى الوضوح، انا يعني انت عارف انا اه طبعا طبعا طبعا. انت انا شايف، بص حضرتك، بالنسبه لي انا شخصيا يعني انا كان في الاصل احنا كشركه اونر ريفاينري عادي، يعني ما كانش فيه المفهوم بتاع الاداره بتاعت المشاريع ولا الكلام ده كله. ايوه انا اشتغلت على نفسي في من بدايه من 2015 كده، يعني انا خريج دفعه 95 على فكره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اشتغلت على نفسي مع نفسي يعني شويه كده، وابتديت اعرف يعني ايه مثلا بريمافيرا، يعني ايه سيكس سيجما، خدت كورسات يعني فور ماي سيلف يعني، بس واخدت بي ام بي الاصدار السادس، الاصدار الخامس، وبتابع الاصدار السادس برضو لما نزل، ودلوقتي ببتدي اشوف الاصدار السابع في ايه. الفيرجن 7، الفيرجن 7 مختلف عن ال 5 و 6، مختلف تماما يعني في نقله نوعيه يعني سكه ثانيه خالص. لا بس هقول لك، لو انت لو ماشي معانا ومتابع طبعا هتلاقي اي حاجه سهله، هتدخل في البي ام بي هتلاقيها سهله، هتخش في البرنس هتلاقيها سهله. يعني احنا بنتكلم جنرال، يعني بنتكلم واخدين المانجمنت. انا فاهم المواضيع اللي حضرتك بامانه بتتكلم فيها اوسع بكتير وشامله جدا الحمد لله يعني، ربنا ولكن يبارك. طبعا الواحد بيصارع الوقت ما بين هنا وما بين هنا، ما بين المشروع اللي الواحد شغال فيه وما بين المحاضرات يعني. انت مش غريب عليا. خلاص هقول لك، انا عندي ابني اتفضل. انا عندي ابني من فضل الله سبحانه وتعالى ماسك اريا مانجر للكويت كلها، كان ماسك اريا مانجر الميدل ايست كله في شلومبرجي. خلاص لامبرجيني. فمبدا هو يعني هو شربه مني، يعني عارف هو عارف نعم هو فندم. عارف ايه هو المبدا ده؟ الفاضي، اعرف كل حاجه مع التيم اللي عندك. الفاضي الفاضي ما بيعملش حاجه فعلا. يعني لو انت هو هم رب العالمين، عمل ماستر وعمل دكتوراه في فرنسا وكان كله ومتجوز وعنده والى اخره، لكن يعني لما الواحد لما بيبقى فاضي ما بيبقاش عنده اي انتنشن ان هو يعمل يظبط حاجه او يصلح حاجه او يعمل حاجه. فانت فعلا فعلا يعني انت ما شاء الله عليك، طبعا ما شاء الله عليك، يعني واضح ان انت يعني شخص مجاهد، يعني 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 دي حاجه جميله. وعلى فكره ويلكمينج لاي حاجه، يعني في اي ملاحظات اي حاجه انت يا فندم. طبعا يا فندم ده من غير كلام يعني. والفتره اللي كانت قبل المشروع على فكره، يعني المشروع ده يعتبر من سنتين وشغال لغايه سنه 23 ان شاء الله. احنا وصلنا دلوقتي تقريبا يعني ل 80% من فيز الانجينيرنج بتاعه ووضع الديزاينز كامله يعني في القصه دي، وبعض اليونت داخل الكومبلكس وصلنا ل 90% 3 دي موديلنج فيها ما شاء الله. يعني الحمد لله. يعني قبل الفتره دي برضو بالنسبه لي انا شخصيا كنت شغال انستراكتور في المجال بتاعي اللي هو الانسترومنتيشن اند اوتوماتيك كنترول، والحمد لله يعني في بعض الاحيان طلعت ريبريزنتيف برضو لشومبرجير في بعض الدول، ادي كورسات في القصه دي في انجولا والصين وقطر ممتاز. والامارات كده يعني. ممتاز 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 ممتاز. طيب اكسبكتنج امتى بقى عايزك تاخد ميعاد وتحدده مع المهندس احمد ان انت يعني ايه هتنورنا امتى بقى وايه ونسمع؟ يعني هو لو ربنا ادانا عمر ان شاء الله يعني ممكن الحد الجاي، لا الحد اللي بعده باذن الله. ممتاز باشمهندس محمد سامع، باشمهندس محمد الحد اللي بعد الجاي ان شاء الله. نخلينا بقى نخلينا على اتصال ببعض مع البنوس احمد في الـ في الـ على الـ بتاع. هتقول لي بقى انت محتاج وقت قد ايه؟ يعني فاهمني ازاي؟ فندم؟ يعني ما بين ان شاء الله ثلث ساعه نص ساعه بالكثير يعني. بس كده؟ ماشي. يعني لا انا تحت امرك يعني. لا انا لا تحت لا امرك بس عشان انا ما استوقفش على كل الوقت مع الزملاء يعني. هقول لك على حاجه، يعني احنا يعني يعني انا اديت كورس في السعوديه، اديت دورات تدريبيه في السعوديه مع الهيئه السعوديه. تمام. يعني بس اصلا انا دلوقتي لما بيبقى فيزيكالي ما فيش حاجه اسمها عندي، او في مصر برضه كنت بدي كورس قبل ما امشي الفورس مانجمنت، ما فيش حاجه اسمها واحد يحضر كورس ويخرج منه غير قادر على انه يعمل برزنتيشن ويقف قدامنا ويتكلم
واخد بالك؟ يعني انا لا هي القصه مش كده خالص حضرتك، زي ما بقول لحضرتك يعني انا يعني الى حد ما يعني انا شغال انستراكتور، فالدنيا دي يعني ما شاء برضه الله ما شاء شغال الله فيها يعني ما شغال شاء الله. فيها. خلاص باشمهندس مجاهد، بسم الله الرحمن الرحيم، نكتب بس هنا مهندس ان مجاهد شاء ان شاء الله الله ان شاء الله. مهندس مجاهد يوم مهندس مجاهد، يعني الحد اللي جاي هيبقى مثلا مهندس مجاهد الحد اللي جاي هيبقى 26. 26 مثلا، اللي بعده هيبقى 3 يعني 3 اكتوبر 13. تمام ان شاء الله، يعني خلاص. شهر الميلاد، يعني شهر الميلاد هنكمل 50 سنة. كويس، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب، صح كل سنة وانت طيب حبيبي، كل سنة وانت طيب. سعيد سعيد صح مع صوتك، احنا يسعد يا فندم والله، كيب ان تاتش، لو اي حاجه احنا تحت امرك، احنا ما بنستغناش ابدا يا فندم. ربنا يخليك يا باشمهندس مجاهد. شكرا الله حبيبي، يخليك، الله يخليك، ممتاز ممتاز، سلام عليكم. سلام في ماشي، روحك. السلام طيب عليكم. هل في حد تاني؟ باشمهندس محمد، لو في حد يا جماعه كمان عايز يشارك ممكن يعمل رايز هاند او يفتح المايك، انا فاتح المايكات للجميع، او حتى لو عايز يكتب الشات. يعني واحد او واحده ما فيش مشكله، خلي بالك يعني انا من فضل الله سبحانه وتعالى مهندسات وما شاء الله، يعني انا يعني ما فيش حاجه اسمها يعني احنا كلنا انتوا ابنائنا وزملاء، واحنا بس عايزين نبص لان النتيجه كانت، احنا مش عاملين اختبارات، انت بتاخد شهاده حضور بس، فانما لو انت يعني عشان نتاكد بقى من وصول المعلومه ووصولها بشكل علمي وبشكل عملي، ان يبقى ان يبقى نسمع يعني ده يعني احنا مش موجودين فيزيكال مع بعض. خلاص طيب، هل في حد تاني معانا؟ شمس مجاهد خلاص، ما شمس مجاهد خلاص. طيب مين تاني موجود؟ مهندس محمد فهمي، مهندس احمد عبد العزيز، ما فيش حد تاني له غرض؟ ما شاء الله باشمهندس روماني، اما معوش بتاع. طب مهندس روماني خليه يكتب، مهندس روماني سمعنا يا باشمهندس محمد؟ باشمهندس روماني طيب، طب اتس اوكي، خلاص كده اتس اوكي. يبقى احنا عندنا الباشمهندس مجاهد ان شاء الله يوم 13 هيحضر برزنتيشن، واي حاجه احنا جاهزين برضو سواء على الواتساب او سواء على الدايركت كونتاكت، ما فيش مشكله خالص. ماشي يا باشمهندس محمد، نستودعكم الله ونتمنى لكم كل خير، واي وقت اي حد عاوز اي حاجه احنا تحت امركم جميعا. نترككم في رعاية الله، نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في شكرا رعاية الله باشمهندس وبركاته. محمد وباشمهندس أحمد، متشكرين جدا جدا على كل حاجة، يعني متشكرين جدا، كثر ألف خير. الله يخليك، احنا متشكرين جدا يا دكتور على سعة صدرك، بارك الله في حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي، في أمان الله، أمان الله. جزاك الله خير، في أمان الله، السلام عليكم. مع السلامة، أمان الله.